بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا حول موضوع هذا الأسبوع اللي هو سنة أولى زواج. قلنا بأن هذه الفترة هي الأجمل في الحياة الزوجية، لكن هي أيضا الأصعب في هذه الحياة، وكثيرا ما تواجه المتزوجين الجدد مشاكل كثيرة. رغم أنها تبدو صعبة فإنها يسيرة بإذن الله تعالى. بالأمس تحدثنا عن التدبير المالي للمتزوجين الجدد. قد يكون الرجل اعتاد على نمط معين من النفقة، وتكون المرأة لها عادة مخالفة، إما يكون أحدهما فيه رغبة في الإنفاق المستمر، دائما يريد أن ينفق ويشتري، عنده غريزة التسوق في كل وقت وحين، والآخر ربما يسير على طريقة بسيطة يطمح للإدخار من أجل بناء المستقبل. وكثيرا ما يقع النزاع بين الزوج والزوجة في سنة أولى زواج، خصوصا إذا كان كلاهما موظفان، المرأة موظفة والرجل موظف، وكيف يعملان على تدبير شؤون البيت، من ينفق وكيف يساهم معا في إدارة شؤون البيت على المستوى الاقتصادي. اليوم غنتناولوا قضية أخرى عندها علاقة بسنة أولى زواج، وهو تأخر الإنجاب. هذا موضوعنا اليوم، تأخر الإنجاب أحيانا قد يؤدي في الشهور الأولى أو السنة الأولى بين الزوجين إلى مشاكل وإلى اضطرابات. حقيقة أن غريزة الأمومة هي من أهم الغرائز التي تشعر بها المرأة بعد الزواج. مجرد أنها تقضي الشهر الأول من الزواج حتى تبدأ تبحث عن غريزة الأمومة، هي تستيقظ في أعماقها. ومن الطبيعي جدا أن الإنسان في الأسابيع الأولى من الزواج قد يحدث الحمل، لكن أحيانا نصادف بعض الزيجات قد تمر السنة بكاملها ولم تبدأ تظهر أعراض للحمل. هنا يبدأ القلق ويبدأ التوتر. علاش هذا الإنسان بعد مرور سنة أو أكثر من سنة ومازال ما حملتش؟ الخبراء يقولوا أنه في السنة الأولى زواج لا ينبغي للإنسان أن يقلق من تأخر الإنجاب، هذا أمر طبيعي، لكن بعد مرور أكثر من سنة هنا يجب على الإنسان أن يبدأ في السعي والبحث عن أسباب تأخر الإنجاب. ربما أن هناك مشاكل عضوية لابد أن الإنسان أنه يبحث عن الأسباب والمسببات من أجل أن يقلع عن هذا عن مواجهة هذه الآفة. بعد مرور هذه السنة ينصح بأن نزور الطبيب وأن نقوم ببعض الفحوصات الطبية، وهذه الفحوصات الطبية كتشمل كشوفات للرجل بتحديد كمية الحيوانات المنوية عند كل رجل. الرجل الطبيعي خاصه يكون عنده على الأقل 20 مليون حيوان منوي كحد أدنى، إلى عنده قل من هذا الرقم هذا يعتبر بأن عنده نقصان في الماء ديالو. هنا الطبيب كيحدد لي مجموعة ديال الأدوية وديال الأقراص من أجل العلاج. المرأة كذلك
ينبغي أن تخضع هي الأخرى إلى بعض الفحوصات. وكتبدأ الأمر بالاستفسار عن الدورة الشهرية. بعض المرات النساء كتكون عندهم الدورة الشهرية غير منتظمة. المفروض إذا كانت منتظمة هذه تسهل فرص حدوث الحمل، ولكن إذا كانت غير منتظمة هنا كيكون واحد نوع من التعثر، وكتكون التبويض النسبة ديالو غير مرضية. ثم المرأة كتشعر بألم أحيانا في بعض المناطق من جسمها، وهنا لابد من استشارة الطبيب. غالبا ملي كنلقاو الزوج والزوجة كملوا سنة من الزواج وباقي ما وقعش الحمل، كيدخلوا الأطراف ديال العائلة، إما الأم وإما الأب أو الأخ أو الأخت، وكيبدوا يسولوا وكيعبروا على القلق، علاش باقي مازال فلانة ما حملتش. غالبا تشير أصابع الاتهام للمرأة، لأن دائما هي المتهمة، وقد يكون الرجل هو اللي مريض، هو اللي عنده النقصان. وأحيانا قد يكون الإنسان سليم البنية، المرأة والرجل سليمين، مشاو عند الأطباء داروا الفحوصات الطبيعية والمطلوبة، وتبين بأنهم في صحة وسلامة وعافية. أم البات كيتبين بأن ما عندهمش العقم أو تأخر الإنجاب، وإنما عندهم ما يسمى بالعقم النفسي أو العقم العاطفي. بعض الأزواج كيتزوجوا كأجساد لكن ما كيتزوجوش كعاطفة كإحساس، وهنا كيوقع عدم التجاوب بين الطرفين، ومن ثم لا يقع الحمل بشكل عادي. أعطيك قصة عشتها في فترة ما. صديق لي رجل كان ولد عائلة كبيرة وعند الوالد ديالو هو اللي عنده، والوالد لباس عليه من الأثرياء، زوجه مع بنت الشريك ديالو على أساس داك المال والثروة ديال العائلة تبقى مجموعة ما تفرقش بين أناس غرباء. فالسيد زوج مع بنت الشريك ديال باه، داروا لهم واحد العرس ما شاء الله، عرس كبير، وشروا لهم سكن رفيع المقام، وعاشوا في واحد وضعية سعيدة جدا، يعني كل المستلزمات المادية متواجدة. الأب ديالو كينفق بسخاء، والأب ديالها كينفق بسخاء، ولكن العرسان بعضياتهم ما كينش واحد النوع من تجاوب. فمرت سنة أولى زواج ولم يقع إنجاب، قالوا ما في مشكل. سنة ثانية زواج لم يقع إنجاب، قالوا نصبر. سنة ثالثة هنا بدأ القلق، ثم بدأت الرحلة مع الأطباء. ياما ذهبوا عند أطباء وعند اختصاصيين، وياما خضعوا لفحوصات وأشعة وأدوية متعددة، ولو رغم كل هذه الأمور ما وقعش الحمل. من اللي كملوا 10 سنين وهما بلا حمل، هنا الوالد ديال الزوج شعر بالقلق الشديد. قال لي يا بني أنا زوجتك باش هالثروة اللي كونت سنوات طويلة تبقى مستمرة في العائلة، وانت اللي عندي، أنا بغيت نشوف ولادك ضروري، هاد المرة ما كتولد شيء أنا غنزوجك، لابد نزوجك مرأة ثانية باش تنجب ويكون عندي النسل، بغيت نكون جد. الولد ديالو في الحياء وكيستحيي، ولات عنده علاقة مع المرأة ديالو، ما باش يجرح الكرامة ديالها، حتعرف مقدار المعاناة ديالها أيضا. فهي من اللي شافته دائما في جدال مع والده، وأن الوالد مصر أن يزوجه، هي تأخذ البديرة، قالت لي شوف الوالد غيزوجك غادي يزوجك، فأنا موافقة، ولكن أعطيني الفرصة نختار لك أنا. ففعلا قال لها أنا ما نقبل عليك شي شركة، ولكن أنت من اللي طلبتي وتختاري أنت افعلي. قالت لي غنقلب لك شي صديقة ديالي تكون قريبة مني، تكون بحال أختي. فعلا بدأت تقلب، ما لقات غير واحد الإنسانة أقل منها جمالا وأقل منها خبرة وأقل منها في كل شيء. يعني لو ضعنا هذه المرأة الأولى في كفة والمرأة الثانية في كفة، شتان ما بين الطرفين، الأولى همة وشان وجمال وعلم وكذا،
وجبت لي واحد الانسان مسكين على قد الحال، حنا كنا على قد الحال تحت ملك الله، باش تبقى دائما الشوار شوارها والكلمه كلمتها. فعلا العريس قال لنا ما غنشوفش هاد المراه اللي درتيه سمن عسل. المراه ديالو الاولى خطبت ليه وجبت ليه زوجه، ملي شافت صدم. ولكن قبل سبحانك يا الله، المراه الثانيه يا الله دازت 40 يوم الاولى بدات تشعر بعلامات الحمل، وفعلا تبين بان الرجل سليم 100%. وملي بدات بوادر الحمل فرحوا بها العائله وكبروا بها، ولات هي الكل في الكل، ولا لا كلام الا كلامها ولا شوار الا شوارها، ولو الكل كيتهلا فيها ومهتم بها وكيقول لها عندك احفظي ما في بطنك، يعني بعد 10 سنين من الانتظار. المراه الاولى شعرت بالغيره، شعرت بانها ولات في الهامش، رغم انها بنت عائله كبيره وربي حباها بجمال وبعلم وبشخصيه، ولكن اصبحت في الهامش. لقات العنايه كلها ديال العائله متوجهه الى هذه المراه الجديده، الوافد الجديد، وهي اللي دارت بيديها ما شاء الله سنوات شهور ديال الالم وديال المعاناه. النهار اللي المراه الثانيه جاها الوجع وغيدوها عن الطبيب باش تنجب الانجاب توضع، المرأة الأولى شعرت بالقلق وبالهم وجه العصاب فأغمي عليها. هزوها للكلينيك باش يشوفوا الحالة ديالها، فإذا بالطبيب كيقول لزوجها أبشر زوجتك الأولى حامل. وكانت مفاجأة غير منتظرة. ملي عبروا على الفرحة والسرور ومشى عند الطبيب يسول كيفاش مراته حملت، قال لي المرأة ديالك كانت سليمة 100%. 10 سنين ما ولدتش وهي سليمة بدنيا وحتى انت سليم، ولكن كان عندها ما يسمى بالعقم النفسي، كانت محتاجة إلى صدمة نفسية أو إلى هزة نفسية أو إلى غيرة قوية باش تقدر ترتج الأعصاب والخلايا والهرمونات ديالها ثم تنجب. فكان كذلك فعلا. هذا الصديق ديالي كنقول لكم عليه ودي عشتوا معاه، أنه مباشرة داك الشهر ولدت ليه المرة الأولى، والشهر الآخر ولدت ليه المرة الثانية، ولا أب من جهتين. ثم بعد ذلك أبدت المنافسة بين الزوجتين بأن القيمة ديال كل وحدة على قدر ما أنجبت، فولدت كل عام ونص كتولد ليه وحدة، فأصبحت تبارك الله عنده 5 من الأولى و6 من الثانية، ولا زال السباق بين الطرفين. التقيت به، الشعر أصبح أبيض اشتعل شيبة والهرم، وتذكر الأيام الخوالي سبحانك يا الله. قال ربما كان الوالد ديالو كان كيدير الصدقات، وفيما تلقى مع شي طلبة ولا شي أهل الله كيقول لهم دعوا مع ولدي يعطي الله الذرية، هما دعوا معه بزاف، يا ربي تعطيه يا ربي تعطيه يا ربي تعطيه، فأعطاه الله عز وجل حتى كثر هذا العطاء. فهذه حكمة بالغة من الله عز وجل، هو الوهاب، هو اللي يعطي من يشاء من العباد. وكان بغي نقول واحد الوصفة بسيطة جدا لكل من يرغب في الإنجاب، ودي رأيتها بعيني وحقيقية. إنسان كان في الجامع دائما جالس تحت السارية وبين حزين، شافوا الفقيه ديال الجامع قال لي مالك سيدي؟ قال لي أنا راني تزوجت مدة طويلة ودرت الإجراءات الطبية ودابا الآن راه واقف مع المرأة في الطلاق. العائلة قالوا لي هذيك ما كتولدش طلقها، والمرأة مسكينة مكسورة الجناح ما يمكن ينفعل هكذا، فماذا عساني أن أفعل؟ درت الدواء، درت الأعشاب، درت كل ما يمكن. قال لي شوف ولدي، راه ممكن نوصف لك واحد الوصفة إن شاء الله تعالى فعالة، سوف تنجب بإذن الله. قال لي ما هي؟ قال لي انت والزوجة ديالك غتعزموا انكم تقومون قبل صلاة الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة غتقوموا بجوجكم وغتبداو في واحد العمل مبارك، غتقسموا هاد الساعة الى نصفين، نص الساعة الاولى غتكون لقيام الليل، ونص الساعة الثانية غتكون للاستغفار، غادي نطبقوا قول الله تعالى
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الرجل خضد الوصفة من عند الفقيه ديال المسجد وفرح بها وقال لعل يكون فيها الفرج، كانت عنده النية. فذهب هذا الرجل إلى زوجته وكان الحوار بينهما، قال لها زوجتي العزيزة الحمد لله لقد وجدت الدواء، هذا الدواء خصو غير شويه الصبر وإن شاء الله تعالى النتيجة غتكون محققة. قالت الزوجة ما هو هذا الدواء؟ قال لأن نقوم قبل صلاة الفجر بساعة، نصف ساعة يكون للصلاة ونصف ساعة الثانية للاستغفار، فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك؟ الزوجة قالت لي طبعا أنا مستعدة وعندي كامل ثقة في هذا الكلام اللي قال لك الفقيه. فعلا قال لها متى نبدأ هذا البرنامج؟ قالت لي الليلة اليوم نبدأ. وفعلا الرجل حقق المكانة ولا كيف قبل الفجر بساعة، هو والزوجة يتوضأان ويبدأان في الصلاة لله تعالى، نصف ساعة كلها قيام الليل، ركعتين ثم يسلمان، ركعتين ثم يسلمان، تكملت نص ساعة. بعد ذلك جلسا للاستغفار حتى سمع نداء لصلاة الفجر، ثم استمروا على هذه العملية. بقت العملية حوالي 40 يوم، وسبحان الله بعدها مباشرة بدأت أعراض الحمل تظهر على المرأة. ذهبت هي وزوجها إلى الطبيب، بعدما قام الطبيب بالتحاليل اللازمة والفحوصات المطلوبة قال الطبيب مندهشا أبشر أيها الرجل إن زوجتك حامل. وفعلا ربي عز وجل أكرمهما بمولود غاية وآية في الجمال، فرحمة الله واسعة. بغينا اليوم نتكلم على هذا الموضوع، ربما ياما تلقينا مكالمات هاتفية كثيرة من بعض المستمعين والمستمعات اللي يقولوا لنا بأنهم تزوجوا منذ سنة أو أكثر أو 5 سنوات، ومنهم من قال أكثر ومازال بقي ما جاش الإنجاب. بغينا اليوم نعرفوا المعاناة النفسية ديال هاد الناس، وشنو البرنامج اللي داروه من أجل الحصول على الإنجاب، واش اكتفوا فقط بالفحوصات الطبية أم شاول الطريقة ديال الأعشاب، أم أنهم سلكوا طريقة الدعاء والابتهال إلى المولى، ومن خلال ذلك غنعرفوا نعم الله التي أعطاها لكل من أعطاه الله الولد والبنات. هذه نعم عظيمة لا نكاد نستشعرها إلا عندما نجد الآخرين ربما يفتقدونها. فأهلا وسهلا بكم مستمعي الأفاضل في حلقة هذا اليوم اللي غنتكلموا فيها على نعمة الأولاد ونعمة الإنجاب والمشاكل التي تعترض الزوجين في بداية الزواج حينما يتأخر عنهم الإنجاب. أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع وهي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر واللحظة معنا مكالمات كثيرة كثيرة من مختلف المدن المغربية. يبدو أن أبناءنا وبناتنا الكثير منهم يعاني من المشاكل ويعاني من الظروف الصعبة، ويحتاج إلى من يشكو إليه همه، ويحتاج إلى من يستمع إليه ويقدم له الإرشاد أو على الأقل التخفيف من هذا الهم. نبدأ أول مكالمة من مكناس مع أختنا خديجة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم الحاج. للا خديجة مرحبا بك للا. لاباس الحمد لله. الحمد لله للا خديجة. بارك خبر دراري لاباس. الحمد ربي وشكره. والله يخليك لي. أعزك الله للا. شكرا لك بزاف. حافظك الله ورعاك للا. عندي مشكلة تزوج. إيه. 4 سنين وكان هو فايت لي الزوج. إيه. هو اللي كنقول لي نداوي كيقول لي الله اللي غادي يدير كل شيء. إيه. إوا
عندها كان قلبي بان كان زوج كانت الله كان كل شيء جميع الوسائل كان ديرهم نعم سبحان الله والناس كيقول لي راه هو اللي ما كاولش اييه طلق المراه دازت المراه عندها 6 سنين وما ولدش معها وطلقها ما عندهم اولاد اييه ايوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى نعم عطاني كان ولد سبحان الله سبحان الله ولدتي معه هو ولا خديجة؟ ولدت الأول ضيعته صغرية نعم والثاني عاوتاني ولدت وليد الحمد لله الحمد لله شكر الله الثاني عاود حملت وطاح ليا الله أكبر الله سبحانه ودابا مازال مازال الله ولد دابا عنده 6 سنين ما شاء الله ما شاء الله ايوا كنطلب الله الا كان شي حاجه عاوتاني هي دائما نطلب الله تعالى وديما الامل موجود باذن الله هو دابا رفض قضيه الضباط رفض قضيه كل شيء العشب والو ما بغى والو ربما هو مع الزوجه الاولى كان مشى عند الاطباء دار الاعشاب ثم مشى عند الاطباء دار الاعشاب قالوا لي ما ضيعت فلوسك راه ما غاديش ولكن الا تبع الطريق ديال الدعاء والطريق ديال العباده راه هذه حتى هي واحد الطريق مفتوحه وطريق مباركه ربما هذه النتيجه بدات كتبان ملي وقع لك الحمل وخا خسر يعني كاينه امكانيه الانجاب هذاك الحمل اللي طاح لك هذاك ان شاء الله تعالى نعتبره صدقه عند الله نعتبره وديعه عند الله وتلقيه في انتظارك عند عتبه الجنه يوم القيامه ولكن عندكم الحمد لله الان الامكانيه ديال الانجاب الا قدرتي انت والزوج ديالك الا خديجه انكم تكونوا بيناتكم واحد التوافق عاطفي حني عليه ويحن عليك ورأفي به ورأف بك وديروا هذه الوصفه اللي قلنا من قبل قيام الليل ولو غير مره مره ونكثروا من الاستغفار سمح لي قطعت لك إيه لا لا عافاك العين راه هو كاع ما كيصليش الله ما كيصليش وربما هذا مانع من الموانع راه احيانا كيكون الرزق ديال العبد جاي في الطريق ولكن هو مولاه كيبدا معاه كلام الصلاه كيقول لي مازال ما اقتنعت ما شاء الله باقي ما اقتنعش بالصلاه اي حتى نقتنع قالت حتى نقتنع وهاد السنوات كلها مضت من عمره مازال ما اقتنعش ما شاء الله يهديه الله يهديه الله يهديه القضية كلها غرب لي هداية من عند الرحمن سبحانه وتعالى الله يجازيك بخير باش يرد يا رب لالا خديجة دابا انت ان شاء الله حاولي قولي لي راني سولت واحد الفقيه وقال لي راه الانجاب ممكن يكون باذن الله تعالى الى الطبيب هو دابا هو قال لك صافي كفانا هذاك ما صافي ما بغيتش الاول صافي كفاني صافي واحد بارك عليه بارك عليه لا ذاك الواحد تو خصو يخاويه ذاك الولد تو باغي خوه ولا اخته يشعر بانه بغيت الأنس. بغيت اخته هو دابا بغيت شي بنت الله يجيبها ليا يا ربي يا كريم دابا هو خصو يشكر ربي ويحمدو ملي عطى الله بعد طول انتظار هذا الوليد خصو يزيد في الحمد وفي الشكر باش ربي يبارك ليه في الوليد يبارك ليه يكون صالح ويعطيه خوه ولا اخته ويدخل مع الرزق الوفير باذن الله الحمد لله ان شاء الله والله يهديه الله يهديها لاله خديجه الله يسهل علينا الله يرحم والديك يا ربي لاله خديجه الله يكمل لكم الرجاء هو الله يحبب له الايمان ويزينه في قلبه ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان والله يجعله من عباده الراشدين ولاله خديجه راه المراه خاصة لابد تنصح زوجها بالصلاه تقول لي نوض تصلي الا قالت لي ربما الرزق قليل سببه ما كتصليش تقول لي احنا ديما كيصيبنا الصعوبات في الحياه هالمرض هالشقاء السبب انت ما كتصليش ولكن انت ما كتصليش راه واحد الباب ديال الرزق راه مسدود وان شاء الله بالكلمه الطيبه ديالك اليوم وغدا وبعده يعود يصلي ولو داك يصلي كوني متاكده بان الفتوحات والكرامات والعطاءات والامدادات والاشراقات لا تعد ولا تحصى من عطاء ربك الله يكرمنا واياكم بخيري الدنيا والآخرة نتحول من مكناس إلى أكادير مع أخينا جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقريبا حياك الله سيدي جمال حياك الله مولاي بارك الله فيك صديقي بغيت نشارككم التجربة ديالي أنا والزوج ديالي مرحبا سيدي
احنا كنا تزوجنا في اواخر سنة 2012. نعم. وفات دازت 2013 كاملة وفي 2014 وما دامت عين الله الزوجة ديالي قالت لي مشيو عند طبيب نديرو التحاليل ونشوفوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ودوزنا عند الطبيب قال لنا انتم بجوجكم سليمين. نعم. انتم اللي سميتوا خصك شيء نفسي وان شاء الله بالتعاون ديالو وقدره الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ونعم بالله ان شاء الله. نعم. مشينا درنا تبعنا معاه وهذا وبون تعطل قال لنا داك الشيء راه عندكم اغلب عندكم نفسي. نعم. وقررنا اننا باش الضغوطات العائليه والضغوطات الاصدقاء والضغوطات ديال الناس وهذا قررنا نسافروا كاع للخارج. مزيان 30 يوم في الخارج. هي تغير الفضاء وتغير المكان والوجوه. الفضاء والمكان غيرنا كل شيء. مام الهاتف نقال طفيناه زعما مشينا انا وياها ارتاحينا الحمد لله وكل شيء. ايه. وملي رجعنا. نعم. حكت المدام شي حاجه هكا مش عطيتي وقال لنا راها حمله. الله اكبر. وكانت ولاد وفرحنا الحمد لله وبخير. الحمد لله. وكنا بداك الشيء واخا كاستاذ قريبا كنا كندعيو والدعاء لله وكل شيء ونطلبوا ودعوة الله. المسافر لا ترد. راكتو مسافرين وكنتو في خلوه حتى هي لا ترد دعوة المسافر. الحمد لله ووالدي حتى هما كيدعوا معنا والحمد لله والحمد لله رزقنا الله بواحد الطفله جميله جدا ما شاء الله. ولما كتشبه سي جمال كتشبه لمها ولا لباها ولا العائلتين ولا لمن؟ كتشبه لينا انا وياها بجوج. سبحانك يا الله الله يحفظها ويخلي. اسميتوها جابت الحاجه المزيانه فينا بجوج. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله غتكمل السنه الاولى ديالها ان شاء الله. تبارك الله. اسميتها سي جمال. سميناها ملاك. ملاك يا سلام. الله يكمل لكم الرجاء والله يحفظها من العين ويحفظها من الافات. امين امين. والحمد لله والحمد وان شاء الله كنطلب كاع الناس ان شاء الله. نعم. الراحه النفسيه راه مهمه جدا. نعم. الدعاء لله سبحانه وتعالى. الله واليقين في الله واليقين وسميتو الماء ديال الرقيه راه ديما النصائح اللي كنسمعوا الماء ديال الرقيه نمسحوا بهم والحمد لله متبعين النصائح ديالك. لا فوزي الحمد لله يسر لنا الله الامور ديالنا والحمد لله الحمد لله ونشكره يا رب. وسي جمال دابا مولات الدار ملي ولدت ديك البنيته اكيد ان القيمه ديالها ازدادت عندك. الحمد لله الحمد لله. وديك البنت الحمد لله دخلت عندنا مرزقه. انا زدت في الخدمه ديالي زدت في الدرجه الخدمه ديالي تبارك الله. الام ديالها حتى هي ولات شي حاجه كبيره حتى هي على حسب الخدمه ديالها تبارك الله. ورزق عين الله شحال من حاجه والحمد لله مرزقه تبارك الله بالرزق ديالها والحمد لله الحمد لله ونشكره يا ربي الحمد لله. جميع الناس هنيئا ان الله اللي يسهل عليهم وان شاء الله نتمنى انهم بالدعاء وبنادم يحيد من دماغه انني هادي ويدير ايمانه في الله سبحان الله. يحاولوا ما امكن ما يسمعوش المؤثرات الخارجيه حتى ذاك الشيء كيأثر نفسيا على المرأة حتى على الرجل. اي نعم اخويا معقوله. راه الزوجه ديالي كاينه حدايا صد قريبا حيت فرحانه بزاف تبغى تهضر معاك. اي مرحبا يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا ام ملك. يا اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك قريبا. لالا جمال لالا ام ملك دابا خصي جمال يزيدك في الصداق. خاص يزيدك في الصداق لانك الحمد لله انجبتي له ملك وجات بالرزق ديالها والله يكمل لكم الرجاء. واشتي انا الوالد ديالي نهار جا راجلي جا خطبني عند هذا عند الوالد قال لها ودي راه الصداق ماشي مهم راه المتعوسه هي اللي كتاخذ صداقه اما المسعوده راه عمرها ما كتاخذش. اكيد اكيد. يعني هذاك الشيء ماشي مهم. الحمد لله انا تلاقيت مع ولد الناس
وسميتو هذا هو الكرم. ووالدي هنا في مزيانين وهذا حتى لدرجة انه حق الله الله عمرها هذا الحمد لله. انا ديما كنحمد ربي انني لقاني مع ولد الناس ولقاني مع الناس اللي مزيانين الحمد لله بحالنا. وانا ديما هذا هو الدعاء ديالي. انا دابا عندي واحد الايمان بالله قوي كنقول الانسان اللي كيدعي شي حاجه الله سبحانه وتعالى ربي كيستجب سبحان والله الله. انا حيت انا صغيره الحاجه اللي كانت الانسان اللي كيطلب شي حاجه راه غيوصلها عند الله غير ما يكونش زربان يطلب الله وراه الحاجه كتجي فوقتها ما شاء الله. ام ملك اللحظه اللي سمعتي الطبيب قال لك راكي حامل انت حامل داك الشعور ديالك بداك توصفيه لينا كيفاش شعرتي لاله ام ملك؟ بيان سور كاي ام زعما كتفرحانة بزاف 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 والله فرحت بزاف لانه انا كان بالعكس انا اللي كان عندي قال لي الطبيب راه داك الشيء نفسي عندك وعطاني بزاف ديال الادويه وهذا لدرجه انه وصلت لواحد المرحله قلت لي انا صافي واش كاين شي حل من غير هاد الادويه وهذا الشيء. قال لي الحل هو انك تعطي الراحه لراسك وتسافر وهذا وهذا وكل شيء راه بيد الله. قلت لي مادام كل شيء بيد الله انا ما غاديش ندير هاد الدواء اللي قلتي لي ما شاء الله. وكنطلب الله وكنت كنسمع لك بزاف سي قريبان وكنسمع بزاف ديال العيالات يهضروا معاك يقول لك راه الحمد لله راه كنا سميتو لدرجه انه عقل على واحد القصه ديال واحد السيده كانت عاودت لك بانها راه ما كاتش كانت زوجت بواحد السيد وما ما كتولدش وبنات الدار مع راجلها وكل شيء ومن بعد قال لها شكون يجري في هاد الدار واش الفيران وهذا ايه ومن بعد تزوجت جلست واحد المده ومشات قالت لك العمره ولا ما عرف شنو وكانت تطلب الله سبحانه وتعالى وجاب لها ربي واحد الراجل عنده شي وليدات مراته ماتت وعنده وليدات وبغات بغاش واحد يربيهم. قصه اطات هي بزاف زعما ملي تزوجت معاه باش يربي هي تربي ليه وليداته فاذا بالعام الاول يتحمل باش شوف النيه ديال الانسان خص الانسان يكون فيه النيه صافيه النيه ديال سبحان الله صافيه لا لا ام لك والله عرفتي زعما الام ديالي كتحماق عليك وحتى الام ديال راجلي ودرجه انه كلشي في الدار متبع سي قريبان تبارك الله عليك على البرنامج ديالك والله الله يكمل لكم الرجاء الله يكمل لكم الرجاء يا رب والله. يا رب الحمد لله دعي مع ملك يا ربي تحفظها يا ربي تحفظها يا ربي تحفظها يا ربي تحفظها من العين وتحفظها راجلي والديه وخلي لي والديا راهما كلهم انا بحال والديا هذوك والديه راهما والديا ماشي يا رب يا كريم يا كنقول لها ان راهما شلوحوا كنقول لها ان هما ان يمي لا اله الا الله الله يحفظكم لاله الله يكمل لكم الرجاء والله يجعل لاله ملاك ان شاء الله تدخل عليكم بركه مسعوده بالرزق الوفير والخير الكثير وان شاء الله الله يخاويها الله يخاويها بشيء اخر يا رب يكون حتى هو زوين بحال بحال بابا وماما ويكون ان شاء الله الفرحه والسرور تعم على البيت بالامل والتفاؤل يا رب يا كريم. بارك الله فيك قريبا راه نهار كبير هذا باش هضرنا معك وحق الله. شكرا شكرا شكرا. انا كنت نحاول نتصل بك وزعما حدايا الام ديالي ولا حدايا نسيبتي باش غير يهضروا معك ولكن رجاء الله مره اخرى ان شاء الله نعاودوا نتصلوا بك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونهدي لكم هذه الانشوده الجميله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه المقطوعة نهديها لكل من كان حزينا وكان مهموما نقول له لا تحزن ولا تهتم ولا تغتم فإن رحمة الله قريب من المحسنين. هنيئا لأخينا جمال ولزوجته أم ملك وإن شاء الله تعالى نسمع أخبار سارة كثيرة من المستمعين الأفاضل لدار النية في الله تعالى وتوكلوا عليه حسن توكله ثم بعد ذلك ربي عز وجل أفاض عليهم بالأرزاق والخيرات وغير القدر. القدر يتغير حينما يكون القلب معلق بالله ويصبح ثم يفتح سبحانه وتعالى. ما زال معنا مكالمات كثيرة غنأخذ من أكادير للا زينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الحاج كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله لاله زينه يا مرحبا بك. كلشي بخير. اعزكم الله لاله. كلشي بخيرين. الحمد لله ربي ونشكروه. ممكن نهضر بالشلحان؟ اييه نعم لاله. مرحبا. كنعرف العربيه ظاهره. هضري بالشلحه ومن بعد ترجمي لينا بالعربيه. إذا كان ممكن. يا غويها غير ادي واحد الدعوز الله يخليك. نعم.
يرحم والدينا. انا مجوجه وانا 12 عام هذه. اياه وما جاب الله وليدات. لا اله الا الله. لاله زينه لا اله الا الله. لاله زينه مشيتي انت والزوج عند الطبيب؟ يا مشينا عند الطبيب. يا واش قال لكم؟ كاين شي نقصان؟ كاين شي عيب؟ كاين شي خلل؟ ولا قال لكم سليم الامور سليمه؟ ايوا خرج زينه انا ناقص شويه. ايه هو سيرها كل فتيح كان. ما شاء الله ما شاء الله. انني يدعم الكره هيك الكره مازال ما ولدت. ما شاء الله يا رب يا كريم. وكان لها الدعوه يا رب يا رب يا رب لاله زينه. ان شاء الله تعالى احنا في ختام الحلقه غندير واحد الدعوه جماعيه ديال كل من يعاني تاخر الانجاب، وربي سبحانه وتعالى غادي يعطيه الرزق. احنا ان شاء الله في ختام الحلقه غندير واحد الدعوه كبيره، وتكون ان شاء الله صادقه وخالصه لوجهه الكريم. وبغينا الحباب ديالنا كلشي يدعيو، اللي عنده الاولاد واللي ما عنده اولاد، وربي سبحانه وتعالى غادي يكرم كل من كان مهموم وكل من كان مكسور الجناح. لاله زينه نطلب الله تعالى العلي القدير في هذه الساعه المباركه أن يفرح قلبك مع زوجك. الله يرزقك الذرية الطيبة الذكور والإناث. الله يعطيك الذكور والإناث في القريب العاجل. الله يعطيك التوأم يا رب يا كريم. التأخير اللي وقع لك ربي يعوضك عنه تعويض عظيم وكبير. الله يكرمك في الدنيا قبل الآخرة، والله يجعلك من المنعمين يا ذا الجلال والإكرام في الأرض وفي السماء. طلب الله تعالى إذا كان عندك شي مانع وإلا عندك شي خلل أو شي حالة مرضية، ربي عز وجل هو القدير المقتدر على كل شيء قدير، هو قادر بأن يغير كل شيء لصالحك. اللهم يا ربي عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج. لالا زينة غنصحك لالا، أنت والزوج ديالك غتحاولوا تفيقوا قبل الفجر بواحد ساعة أو ساعتين، وصلي لله تعالى على قدر ما تستطيعين، ركعتين وسلمي، ركعتين وسلمي. ثم في السجود ديالك بقي تناجيه بقوله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أو قولي يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك، وقولي لي بالدارجة بالشلحة بأي لغة، قولي لي أشفي قلبك، عرضي عليها في قلب، وكوني عندك اليقين الكامل بأنه يسمع ويعطي. وملي تسالي بقي تستغفر الله تعالى، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بقي تستغفري حتى تسمعي الآذان ديال الفجر، وإن شاء الله تعالى بإذن الواحد الأحد ما تجي فنتك من 40 يوم بإذن الله الواحد الأحد، حتى يتغير القدر لصالحك. القدر يتغير. ربنا عز وجل قال في كتاب العزيز يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القدر اللي كان فيه حال يمحى، يمحى ذلك القدر ويكتب بدله قدر آخر اللي فيه فرح وسعادة وبركة وعطاء إلهي. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله يسعدك لالا زينة أنت والزوج ديالك بالذرية الطيبة بالذكور والإناث في القريب العاجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم آمين يا رب. قلوا معنا آمين. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. ونتحول أحبابي في الله من أكذير إلى الرباط مع أختنا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو كيف داير شيخنا؟ لاباس عليك. حياك الله أختي ليلى، يا مرحبا بك. ربي يخليك بارك الله فيك. عرفتك بغيت نتكلم معك في واحد المشكل ديالي شي شوية ديرونجيني أرقني شي شوية. يا لله احنا كلنا أذن سماء. تفضلي لالا. شكرا بارك الله فيك. المهم انا متدينه زعما من شحال هذه يعني كنصلي من 12 عام تقريبا هكا يعني شاده الصلاه مزيان والحمد لله تنقرا القران وداك الشيء والبرامج ديالكم هكا كتساعدني انني نبقى في الدين ديالي، ولكن عندي واحد الدم تنديرو ما تنقصدش نديرو حتى تنبقى راسي طحت فيه يعني ما عرفتش علاش. ما شاء الله. شنو تنقول يعني هذا الذنب هذا؟ يعني مهم يعني انا الحمد لله يعني ما يعني ما كنمدش يدي مثلا على الحرام مثلا ما كنسرقش ما كنزنيش مثلا باش ناخذ الفلوس. نعم. ولكن عندي مشكل يعني بحال مثلا تعبت على شي واحد ولا هذا ما كنحكمش في نفسي يعني كنتخاف. ما شاء الله. ويعني استغفرت الله سبحانه وتعالى شحال مره ولكن ما لا اله الا الله ما قدرتش يعني ديك التوبه النصوحه.
دابا مؤخرا عاد دارتها ولكن ما عرفتش واش هذاك الدون الصفيقه واش يعني مغفوره ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله. والأخت ليلى هذه المكالمة ديالك إن دلت على شيء إنما تدل على قوة إيمانك وقوة يقينك، لأن الإنسان كل واحد منا إلا وله نصيبه من الذنب. إحنا كبشر نحن لسنا ملائكة نورانيين أطهار معصومين من الخطأ، ولسنا كذلك شياطين، احنا بشر. ولكن اسمح لي قاطعتك، المشكل ديالي يعني دابا انا كنتعرف على واحد السيد مؤخرا. نعم. يعني بين لي انه جول بالناس وداكشي، وصراحة حتى الاحساس ديالي كان انه يعني ولد الناس. نعم. بحال دوك اللي عرفتهم سابقا كنت كنحس انه فيهم بغدر. إيه؟ هذا مؤخرا ما حسيتش به انه غدار ولا شي حاجه. لكن في الاخر ما فهمتش يعني اما الفراق كيجي مني يا اما منهم، يعني ما عرفتش علاش ما كنستمرش في العلاقه. يعني في الخطوبه ما كملتش ليا ديال شحال هذه، ملي تعرفت على هذا الانسان وقلت له غادي نضطر داكشي قال لي واخا دابا نجي وهذا وهذا، ما بقيت صابره معاه زعما كاينه للاسف معقول. المهم واخا انني كاع غلطت ما سمحتش فيا، يعني بقينا مع بعضياتنا، ولكن مؤخرا ما فهمتش كيفاش حتى فارقنا وبقى فيا الحال. يعني انا مواصل يعني مثلا اذا فارقت مع شي حد ما كيبقاش فيا الحال. نعم. عادي، ولكن هذا مؤخرا يعني ما قدرتش ننسى وما قدرتش نسمح ليه. بغيت ندعي فيه، ما تنقول علاش غندعي فيه، يمكن اذا سامحته ربي سامحني. نقول نفكر فيه يعني يمكن يجي شي نهار، ولكن الا جا كرامتي ما تسمحش ليا نرجع معاه. ما عرفتش شنو ندير، يعني واش الا رجع نرجع معاه ولا لا، ولا رجع واش نحاسبه ولا لا، ولا نرد ليه هذاك الشيء اللي دار معايا. ما عرفتش يعني ليلى، ما عرفتش ندير ننساه، ما عرفتش. نعم. ما عرفتش ندير. اختي احسن حاجه غدير اختي ليلى هي انك غتخوي راسك من هذا الكلام كله. اعتبري بان هذا احداث كتوقع لكل فتاه ملي كتكون في سن الزواج، تتمنى على الله تعالى ان يكرمها بزوج. اكيد ربما كتعرف على فلان، ربما فلان كيتقدم ليها، فلان كيعطيها اشاره. على كل حال انت يا ليلى اعتبري بان الذي مضى مضى، وهذوك الناس كلهم اللي تعرفت عليهم بغرض الزواج وما كانش نصيب، اعتبري بان الزواج قسمه ونصيب ما مكتبهمش لك الله اصلا. كون ربي كان مكتبهم لك كون راه بقى تما حدا عتبه يبين. انا بقى فيا الذنب اللي درت مؤخرا، يعني ما بقاش فيا الناس، انا بقى فيا الذنب اللي درته. التوبه النصوح اختي ليلى هي كتكون تجب ما قبلها. احنا كنا كبشر معرضين للخطا، احنا كبشر ربي عز وجل لماذا سمى نفسه الغفور؟ لماذا سمى نفسه التواب؟ لمثلنا نحن كلنا خطاط، كل واحد منا له نصيبه من الخطا، كل واحد فين جاته. انت ليلى كتعترفي بانك هذا هو الخطا ديالك، والان ندمتي وتبتي، صافي عفى الله عما سلف. ربي عز وجل بشرنا بان الانسان الذي يخطئ ولا يصر على الخطا، هذا قال فيهم الله تعالى اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى اللي صدقت يعني مشيت درت صداقات وداك الشيء، ما ربما في خسر ذنبي، ولكن انا خفت لنكون ديك الصداقات درتها ماشي حيت هذا هو الذنب، خفت لنكون درتها باش هو يرجع، فهمتيني؟ يعني خفت لنكون داك الشيء غير يعني ماشي توبه حقيقيه. هذه من وساوس الشيطان. العبد المؤمن ملي كيتوب الى الله وكيدير شي عمل صالح كيجي الشيطان يفسد عليه توبته مع الله. ما تسمعيش لهذ الوساوس، انت درتي هذا الشيء توبه لله وما فيها باس، لدرتيهم كذلك قربا لله ان ربي عز وجل داك السيد رجعوا لك، هذا كله خير. ما تسمعش لوساوس الشيطان، احيانا ابليس كيحاول ما امكن يخلي الانسان يشعر بانه ملوث وبانه مخطئ وبانه ضال باش يبقى يلعب به ابليس. هذه من مكائد الشيطان، ما نسمعوش ليها. انت تبتي توبه النصوح وتصدقتي هذه الصدقه خوفا من الله، حتعرفتي بانك اخطاتي وربي عز وجل شديد العقاب، وتقدمتي بها الصدقه باش ربي ما يعاقبك شيء، ثم تقدمتي بها كذلك شطر منها طمعا في رحمه الله داك السيد اللي تعلقتي به لعل ربي يرجعه. وكوني متاكده يا اختي ليلى بان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ولو غير عقد النيه، فقط غير النيه، قال اني تبت ربي تاب علي. انت الحمد لله درتي النيه ودرتي العزيمه وتصدقتي، وداك السيد الا كان فيه الخير ربي غادي يرجعو لك، والا ما رجعوش لك كوني متاكده بان الله تعالى غادي يعوضك ما هو افضل منه واحسن منه. كوني عندك اليقين في الله تعالى بان رحمته واسعه وعطاءه كبير،
وربي عز وجل كينادينا جميعا كيقول يا عبادي، شوف على التسمية، يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى سمى نفسه الغفور الرحيم. هنا ربي عز وجل كيخاطب من؟ كيخاطب دوك الناس اللي أسرفوا في الذنوب، يعني أنه ارتكب الفحيشة وشرب الخمر وسرق وكهد الرشوة وخد الربا ودار النميمة ودار الغيبة، أسرف. قال لي الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أنت أختي ليلى عندك غير ذنب واحد، أنت راك الحمد لله ملاك فوق الأرض، ما تيأسيش وسيري في الطريق ديالك المستقيم ونسي الماضي ديالك وفكري في المستقبل وخلي الاختيار من عند الله. الزواج نصك واحد الوصية، الزواج ما تبقيش تهزين مع الهم. قل يا ربي إني فوضت الأمر إليك، أنت اختار لي أمري ودبر لي شأني وخلي ربي عز وجل يتصرف في ملكه. وغتلقاي بأن ولد الناس غيجي برجليه ويدق الباب ديالك وغادي يتهلا فيك وغادي يكون إن شاء الله معززة مكرمة. ولا سولك شي واحد كيفاش نقيتيه، قل لي توكلت على ربي هو بعثوا لي من عنده سبحانه وتعالى. الحمد لله. الله يحفظك أختي ليلى. أمين. شكرا بزاف. العفو أختي ليلى. وكنشكرك بزاف ليلى، هذا الشعور الجميل ان الانسان كيكون دار الذنب وكيبقى في صراع مع عادته، كيقول يا ربي لعلك عاقبتني بذنوبي، لعل هذا الابتلاء الذي اصابني او هذا النقص اللي انا كنعاني منه جاء من ذنوبي. هذا كله من علامات الايمان. ربي عز وجل كيفرح بتوبة العبد، يفرح. ان الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على الدابة ديالو فيها المتاع ديالو ثم استظل تحت ظل شجرة فتاهت منه الدابة، ومن بعد من الاستيقظ بقى يقلب عليها ملقاهاش حتى أنه يائس شعر باليأس. وفي لحظة رجع استراح تحت ظل الشجرة فإذا بالدابة كترجع لعنده وفوقها جميع الأمتعة، وقال من شدة الفرح اللهم أنا ربك وأنت عبدي، من شدة الفرح. هذا مثال ساقه النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين لنا مقدار فرحة الله بتوبة عبده. احنا كنا مخطئين، كل واحد منا له خطأ، كاين اللي عنده النميمة، كاين اللي عنده الغيبة، كاين اللي تارك الصلاة، كاين اللي ما أداش الزكاة، كاين اللي مخاصم مع والديه، كاين اللي قطع صلة الرحم، كاين اللي مد يدو الرشوة، كاين اللي ما كيعتقدش في بعض الأمور ديال الدين، عنده شكوك. هذه كلها أخطاء نطلب الله تعالى أنه يغفر لنا. وحاجة جميلة جدا إلا شعرت بالندم في قلبك، هذيك هي العلامة ديال الصلاح. غير لا شعرت بالندم، هذيك أعظم نعمة، ثم أعقوبة بالاستغفار وسوف ترى الفضل من الله تعالى. هيا بنا نعبر عن ندمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونواصل مستمعي الأفاضل هذا اللقاء المباشر، واللحظة نتحول من الرباط إلى سلا مع أخينا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفق يا لباس. حياك سيدي محمد. الله يبارك فيك أخي. أكرمكم الله مولاي. الله يحمي الوالدين. الله يسرق ويت نستفى معك في واحد الموضوع وخا خارج على الموضوع ديال الحلقة. إيه مرحبا. الله يرحمك الوالدين. السؤال مرفشي خلاني الضمير ديالي شوية مشوش صافي. نعم. واحد الصديق ديالي قال لي هو تيدير هادشي ديال شركة النظافة. نعم. نيطوية ديال الإدارات وهادشي. إيه. قال لي غتعطيني واحد القدر ديال الفلوس غندخلو في المشروع. نعم. وملي عطيتو ديك البركة، المهم عطيت واحد القدر ديال الفلوس، قال لي أنا مقرض لك شوية من رأس المال وشوية من الربح. إيه. هي داك الربح واش حلال ولا حرام؟ أنت سيدي محمد غتدخل معاك كشريك في هذا المشروع ولك هذاك القدر عطيتي لي كمساعدة؟ لا ماشي على هذا الشيء. دابا اللي جا عندي قال لي غادخل معايا شريك، ولكن الربح اللي غيعطيني نعم ماشي بالنص ولا شي حاجة. نعم. دابا هو قال لي بحال هكذا، دابا غتعطيني واحد 22 مليون ونص. نعم. وخارج لك شوية من راس المال. نعم. وغنعطيك واحد 6500 درهم الشهر دي الأرباح.
إيه نعم. واخوي محمد هذا 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 يبدو في الظاهر بأنه عمل مباح. هذه شركة وفيها تراضي بين طرفين وغادي يعطيك من الأرباح، وطبعا الخسارة هي ربما غير واردة، لأن كاين هناك دراسة الجدوى الاقتصادي باش أن الإنسان لا يقع في بعض الانزلاقات. فالشركة المال حلل والمشروع ديال النظافة حلل والاتفاق بين طرفين فيه تراضي، فكل القواعد ديال التدبير المالي متوفر، فهو أمر مباح. ديك الأرباح اللي يعطيني على سميتو واش حلال ولا حرام؟ الأرباح غادي يعطيك هو دابا ربما غادي يقدر. كاين بعض الشركات اللي غادي تعطيك نسبة مئوية ديال الأرباح، وربما هو كاين بعض الشركاء العملية معقدة فيها ضرائب فيها مقر. هو خارج هذا الشيء ديال الضرائب وداك الشيء. نعم. وداك الشيء ديال لافينيسيس وداك الشيء هو من هو تيتكلف داك الشيء كامل، لأن داك الربح ديال اللي تيعطيك هو ماشي كامل. نعم. تيعطيك أي واحد القدر. وانت داك القدر واش يرضيك ام لا؟ انا ماشي مشكلة ديك واش ديك البركة اللي تيعطيك واش حلال ولا حرام. لا حلالا طيبة، حلالا طيبة. حد بالنسبة ماشي بالضرورة تكون 25% 30% ماشي بالضرورة. دابا انا ملي عطيتها ليه. نعم. هو قال لي غنبقى نعطيك واحد القدر. إيه هو غادي يروج، راه عارف هو السوق كيف دير. هو تيخلص الخدامة وداك الشيء. نعم. المهم هنا ديك البركه اللي تعطيني انا واش حلال ولا حرام. حلالا طيبه ما فيها حتى شي مانع، حلالا طيبه. هذه ما كتسمى لا ربا، لان الربا راه معروفه بان القرض الذي يجر منفعه هذا قرض. انت ماشي قرض، انت دفعتي عطيتي لي مال. كتسمى شركات استثمار الاموال. هو عنده شركه وعنده الافكار وعنده الموارد البشريه، خصو السيوله. انت عندك السيوله حاطه في البنكه ما عارف ما دير بها، وكاين الثقه فيما بينكما. غير حاجه واحده سيدي محمد، هي تكون المسائل موثقه فيما بينكما. انا لاحظت انا درت مع عقد بيدين. نعم. وعطاني هذيك الفلوس اللي عطيته انا قدر ديال الفلوس، عطاوا لي شيكات. مزيان، انت ضمنت حقك على الاقل، ضمنت حقك بهذه الطريقه. دابا ملي تتسالي واحد القدر تنعطيه شاك تيعطيني سميتو. ايه، وعلى اساس ان هذه الشركه غتنتهي بعضياتكم او هذه المعامله، الوقت اللي يرد لك راس المال كله بالتقسيط. ديك الساعه ملي تاخذ ديك 22 مليون ونص كامله ردها لك في في فيما يتعلق براس المال، ديك الساعه ما بقى بيناتكم والو. لا والو. ايه، اذا هذه معامله حسنه، معامله فيها مصلحه للطرفين. انت مستفد وهو توا مستفد والمجتمع كله مستفد الحمد لله. فهذه ما فيهاش غرر وما فيهاش اكل الأموال بالباطل، فهذه معامله واضحه في الاركان ديالها. ثم كاين عنصر التراضي، انت راضي على هذا القدر اللي غادي يعطيك، هو توا راضي ربح معك، والحمد لله الامور كلها تبدو بانها مشروعه والامر مباح. الله يبارك لكم، قل بسم الله وتوكلت على الله والله يكمل لكم الرجاء. حمل الوالدين. وانا في الموضوع اللي سميته، اللهم لك الحمد، انا عندي 5 بنيتات تبارك الله. اللهم لك الحمد، هذاك الرزق ديالو سيدي محمد. داك دابا هاد 22 مليون ونص اللي كنتي حاطه ربما في البنكه وما عارف ما دير بها، وهاد الصديق غادي يستثمرها، هذاك الرزق ديال دوك البنيات. لان البنيات لقيت بواحد السيد. ايه، وقال لي لا راه ديك اللي تيعطيك راه حرام، راه بحال الربا. لا، هذاك استثمار للاموال، استثمار للاموال، وغتعطيك نسبة ديال الأرباح. طبعا كاين البعض غيقول لك خصو يكون بالدقة المتناهية شحال النسبة المئوية. يبقى يعطيك داك الشيء ديال الأرباح، خصك تدخل معاه في النص وسميتو. قلت له ما يمكنش، لأن هو تيخلص ضرائب وتيخلص سميتو. دابا أنت ماشي معاه بالنص، دابا هو هذا السيد هذا كيف تعامل معك أنت بهذا القدر ديال المال؟ ربما راه شاف ناس أخرين حتى هما، هذه كتسمى شركات استثمار الأموال. هو داير واحد المشروع وخاصو السيولة، غادي ياخذ مع صاحبه هذا عوض ما يمشي للبنكه وياخذ بالفوائد، عوض ما يقلب على شي صديق اخر يدخل معاه بالربح نص بالنص. وهو هذا الطريقه سهله، جا عند الصديق ديالو عنده واحد 10 مليون حطها، هذا عنده 7 مليون هذا 20 مليون، وكيستثمر ذوك الاموال. كيقول لك رزقك راه هو ثابت، وكيعطيك نسبه ديال الارباح، وانت ما عارف لا ضرائب، ما عارف لا نقابه ديال المستخدمين، ما عارف انت لا كوارث، ما عارف لا ليبروتيك المستلزمات تاع المكتبيه والنقل وكل شيء. انت كتعرف غير صافي الارباح، كيعطيك واحد القدر معين منه، ما فيش غرر، انت راضي، هو تا هو راضي. هذا ما كتسماش ربا،
وما كيتسماش اكل امس بالباطل، هذا كيتسمى عمل مشروع باذن الله. الله يبارك والله يسهل. يرحم لك الوالدين، الله يرحم والدين. حياك الله خويا محمد، الله يسهل لك الامور. وكنبغي نقول للناس غير في هذه المعامله نحرص ثقه مزيانه، ثقه بين الطرفين مزيانه، ولكن ربي عز وجل قال لنا فاكتبوه الا كان بيناتكم شي معامله ماليه تكون الكتابه. علاش؟ لان الموت يحيى في الدنيا، الانسان ربما يقدر احد الطرفين يموت مول الشركه ولا مول المال لا قدر الله، الله يطول عمر الجميع، وكيضيعوا الوليدات، او قد ربما بعض الناس ربما ذاك الشريك ماشي وحده في الشركه، راه عنده مجموعه ديال الناس اللي معاه في ذاك العمل الاداري، يقدر يطلع شي واحد خائن او يطلع شي واحد نصاب ويدي لنا الاموال ديالنا. وهذا الشيء كيوقع في المجتمع، خص لابد تكون العمليه موثقه. والطريقه اللي استعملتها السي محمد انك درتي ليه قضيه بانها مجرد دين، على اساس هو محتاج للمال، غادي يرد لك الاصل ديال المال ديالك واعطيك نسبه ديال الارباح، ماشي ديال الفوائد، نسبه الارباح. حد فرق بين الفائده كتكون هذيك كتسمى ربا، هذه كتسمى نسبه ديال الارباح، وطبعا غتطلع وغتنزل بحسب الربح والخساره. وان شاء الله يكون كل خير باذن الله. فهي عموما حسب مقتضيات الفقه المالي في الشريعه الاسلاميه تبدو بانها معامله سليمه، والمال حلال، والبنيات ديالك محتاجين لهذا الرزق، فخمسه البنيات الله يعاونك عليهم وهنيئا لك بهم، لانهم مجلبه للرزق. البنات مجلبه للرزق بشرط ان والديهم ما ينفروش منهم. إلا كانوا الوالدين كينفروا من البنات وكيسبوهم ويدعوا عليهم الرزق مشى، ولكن إلا كان الوالدين فرحانين ببنيتهم وكيقولوا هذا عطاء الله تعالى، ربي عز وجل كيجلب لهم الرزق. فالله يكمل لك الرجاء، والله يعاونك، والله يسهل عليك، والله يكتب لكم مكاتب الخير. وباش ربي عز وجل يحفظ لك السي محمد هذا المال، دائما واظب على الصدقة والزكاة. ملي كنعطيو الزكاة والصدقة المال محروس، حتى واخا نبغوا نحرصوا على المال، هناك طرق خطيره في المجتمع ديالنا ديال النصب والاحتيال وديال السرقات وديال الافات. احسن طريقه لكي نحافظ على المال من البوار او السرقه او الضياع، نتصدق عليه ونزكي الواجب اللي فرضه الله تعالى، وغادي يكون محمي بامر الله تعالى، ويكون دوما في تزايد وفي تصاعد وفي خير وبركه. الله يكمل لك رجاء اخي محمد. نتحول من سلا إلى خارج أرض الوطن إلى إيطاليا، معنا للا بشرى. أختي السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا للا بشرى. أهلا خويا، يطول عمرك. يا مرحبا بك للا. حفظك سي كريبان، يطول عمرك، هذا شرف كبير لي اللي سمعت صوتك واللي شد لي الخط. والله راني فرحانة لدرجة أنني جاية نبكي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. احنا اللي فرحانين للا بشرى أنك من إيطاليا ومجمعة معنا وواقفة معنا في الخط. الله يكمل لك الرجاء. ديما تنسمعوا لكم وديما تتعجبنا هاد الإذاعة، وديما والله إلا فرحانين بزاف، لأن الزوج ديالي ولا العائلة ديالي كلها فرحانين بعد الإذاعة، لأنكم تعطونا دروس اللي كتفيدنا. لا إله إلا الله، الله يكمل لكم الرجاء للا بشرى، الله يجعل شملكم دائما مجموع. يطول عمرك ويحفظك ويخلي لك ما تراجي ويحفظ جميع الأمة الإسلامية. اللهم آمين. ويحفظ كاع الناس اللي معكم في الإذاعة وكاع جنود الخفاء وكاع الناس كلهم. اللهم آمين يا رب. لا إله إلا الله. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سيدي، أهلا الشريف، أهلا سيدي. أنا خالد من إيطاليا ومسقط الرأس من سلا، وتحية ليك، وفي نفس الوقت نعاود نجددوا الفرحة ديالنا بالنسبة للاستماع، هذا فوز لنا جميعا. أعزكم الله. احنا فرحانين بهذا المستوى ديال من هذا الحجم ديال الطاقات اللي تعطيو واحد الصورة جميلة للإعلام، ونتشرفوا بها احنا خارج أرض الوطن، واخا احنا ما ساكنينش في المغرب ولكن المغرب ساكننا. لا إله إلا الله، كلامك جميل سيدي بخالد، الله يرفع مقامكم مولاي. ما أجمل من الكلام ديالكم، وتحية خاصة للإخوان اللي كاينين في الكواليس، لا داعي لذكر المناصب فين كيشتغلوا. تحية كبيرة للرئيس ديال القسم ديال الإذاعة ديالكم، هذا بحد ذاته شرف كبير، وهذا ربح كبير لكل المغاربة. وفي نفس الوقت تنصح كل الإخوان المتصلين، أمنوا في الآخر لما تطلبوا الدعاء، راه الله
تنهزوا يدينا كفوفنا كاملين والدعاء في عمنا كاملين. لا اله الا الله. ذاك الاحراج بالنسبه للموظفين راه كيتحرجوا، انا بنفسي كمستمع تنتحرج بهاد الحالات بحال هكا كيوقعوا. وتنشكركم بزاف، والزوجه ديالي تملكتي الانفاق تفضلي معك الحاج. شكرا شكرا سيدي خالد على هاد الكلمات الطيبه، وحنا بدورنا نفتخر بجاليتنا المغربيه المقيمه بالخارج اللي كتحافظ دائما على الروح الوطنيه، واللي هي اعظم سفير الى ارض الغربه، كيعطي واحد الصوره جميله وطيبه بالاسلام الوسطي وبالاعتدال في تلك الديار. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم واعلى مقامكم. يطول عمرك سي كريباني، يطول عمرك دكتور. انا دابا تزوجت هذه 3 سنين انا والزوج ديالي. يا لله 3 سنين وباقي ما جاب لناش الله، تنخرج نولد وما كيوقع الحمل وتنمشي ندير تحاليل تيقول لي راكي حامله، ومن بعد بيومين ولا 3 ايام كيسقط. لا اله الا الله. واستعملت زعما بزاف، مشيت لعند الدكاتره ودوزت قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه، والزوج ديالي سليم ما عنده حتى شي حاجه، ودرت الزرع جوج المرات ومع النيرفوز وسميتو ما صدقش. وانا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقني بالذريه الصالحه يا رب، وربي رزقني بعائله زوينه، وما عنديش ام وعطاني الله ام. الله الله الله. ما عنديش با، وعطاني الله ام ديال الزوج ديالي. هي امي، مادام تنقول امي والله اللي تنقولها الحاجه اللي تنقولها من قلب قلبي، ما كنتصنعش فيها. لا اله الا الله. الحمد لله، وكتحبني وتتبغيني وتتمنى ليها من الله الشفاء، ونتمنى نشوفها ديما نوار قدام عينيا. يا رب. هي ولا الواسي ولا مرات لوسي ولا خوتي ولا كاع اللي فيه دم الاسلام، كل شيء كنتمنى ليه الشفاء، وتنتمنى ليه ان شاء الله يكون صحه جيده ويكون بخير وعلى خير. يا رب. هادشي اللي خلاني راه من البارح وانا كنتصل بغيت غير نهضر معكم، والحمد لله دابا مني شفت لي الخط جاتني البكيه، جاتني الفرحه من قلبي. الله اكبر الله اكبر. لا بشرى، الله يكمل لكم الرجاء. لا الله يفرحكم. اسمك بشرى، وان شاء الله تعالى البشرى امامك قريبا باذن الله، قريبا باذن الله تعالى يبشرك الله تعالى بغلام حليم باذن الله الواحد الاحد، باذن الله الواحد الاحد. لا بشرى، من خلال الكلام ديالك كنفهم بانك انت وزوجك سليمين، ولكن حسب معلوماتي البسيطه بان الانجاب احيانا كيكون المراه كتحمل والجدار ديال الرحيم ديالها كيعلق فيه الجنين، ثم بعد ايام معدودات كيسقط، هذا كيسموه الفقهاء السقط. هذا السقط هذا عنده اسباب ربما طبيه كيعرفوها الاطباء الاختصاصيين، لكن الذي يخفى عن بعض الناس هو في واحد الامر سري كيوقع، وقد جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ركده من ركدات الشيطان. أن أحيانا كيكون الزوج مع الزوجة ديالو، ثم كيدخل بيناتهم الشيطان، وملي كي الماء ديال الرجل يصل إلى جدار الرحم ويالله كيبدأ الإخصاب ديال البويضة، ديك اللحظة كيتم داخل الشيطان وكيركض ديك البويضة. ربما شي واحد ما غيستوعبهاش، كيتخيل بأن هذا الحجم ديال هذا المخلوق كيفاش غيدخل الرحيم. نعم يدخل، لأنه يتشكل كيعود في قدر نقطة صغيرة بحال حجم الثقب ديال الإبرة، هو كيعود هكذا وينفد من المنافذ ديال الجسم، من العينين، من الأنف، من الفم، من الأذنين، من القبول والدبر، ويتسرب ثم يركض تلك هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ركدة من ركدات الشيطان. والحمد لله العلاج منها يسير وسهل بإذن الله تعالى، هو أن بين الزوج والزوجة حينما يكون الاتصال، وربي عز وجل أخبرنا من اللي قال لنا بأن إبليس طلب من الله واحد طلب، قال لي أنا بغيت ندخل بين الرجل والمرأة، وقال لي الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يشارك. لهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد المبادئ، ملي كيكون الزوج مع الزوجة ديالو في فراس الزوجية يتوضأ ويقول اللهم إني نعوذ بك من الشيطان، ويتعوذ بالله تعالى من الشيطان ومما رزقتنا، ربي عز وجل كيحفظهم
كيحفظ الزوج والزوجة من هاد التداعيات ديال التسرب ديال الإبليس. ثم بعد ذلك للا بشرى أن بين الزوج والزوجة ديك اللحظة قبل ما يكون المعاشرة الزوجية كيقول دعاء دي النون، دعاء دي النون اللي فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الإنسان اللي عنده مشكل ديال الإنجاب بينه وبين مراته كنقولوا هذه الكلمات ثلاثة، أولها تهليل وأوسطها تسبيح وآخرها إقرار بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن سيدنا يونس كما يعلم الجميع قال في الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا عطاء إلهي لكل عباد الله المؤمنين. نقول هذا الدعاء بإذن الله تعالى. ثم المرأة من اللي تحس بأن عند الحمل جميل أن الزوج يضع يد اليمنى على بطنها ويقرأ ما تيسر من كلام الله، خصوصا الفاتحة اللي كتسمى الشافية والكافية. الفاتحة ثم آية الكرسي، أعظم آية في القرآن العظيم آية الكرسي، آية العرش. ثم بعدها الإخلاص اللي هي اللب والجوهر ديال القرآن، الإخلاص قل هو الله أحد. ثم المعوذتين اللي ربي عز وجل أمرنا كيف نتعوذ من الشر كله، وإن شاء الله تعالى ديك البويضة غتبقى مستقرة في الرحم وما غاديش يقدر ذاك الشيطان يمسها، لأنه يكون حصن حصين على الزوج والزوجة. وبذلك بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد غادي يجي الولد، وهذا الولد من غيجي إن شاء الله ما غيجيش عادي، غادي يجي إن شاء الله بآية من الجمال ومن التربية ومن الإيمان، وغادي يكون مباركة بإذن الله تعالى مبارك. الله يكرمكم للا بشرى. والعمرك أنا بالنسبة للزوج ديالي الحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، كي يقوم الصلاة دياله كي ينوض الفجر. مؤخرا هذه يومين ولا ثلاث أيام أنا وضت الفجر ونات وحلمت بأن أمي الله يرحمها جات لعندي وقالت يا مالكي، قلت لها أمي راني ما قالت لي واش كاين شي واش جاب الله شي وليدات، قلت لها امي راه باقي ما جابش الله، راني عييت عييت ما نشرب عييت ما نداوي عييت ما ندير عييت ما ندير. ويتقول لي قالت لي ونوضي نوضي تبعي راجلك ونوضي تصلي الفجر. الله اكبر. الله ولا بشرى الرؤيه ديال الام، الرؤيه ديال الام رؤيه مباركه. عندنا بعض الرؤى التي ليس فيها كذب، كاين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، كذلك رؤية الأم في المنام تقول كلام. هذاك الرؤية ليست أضغاط أحلام وليست من الشيطان بل هي رؤية من الرحمن. هذا الكلام اللي قالت لك الأم ديالك خذيه بكامل القوة، زوجك شهادة، شهادة من أمك في المنام، هذا غيب، شهادة بأن هذا الزوج أعطاك الله تعالى رجل من المتقين ورجل من الذاكرين، هنيئا لك به. الله يكمل لي رجاء. كنت كنطلبها من الله يعطيني ربي عائلة ويعطيني زوج صالح، والحمد لله ربي أحرمني من بابه وأمي، والحمد لله هو عزيز هو معزز وهو عز منهم، ولكن الله أعطاني عائلة وأعطاني أم أخرى وأعطاني زوج وأعطاني عوضني على با وعوضني على الحمد لله. اللهم لك الحمد، الحمد لله بخير الحمد لله. انا ككل النساء المغربيات الحمد لله كاين تيكون تجار تيكون سميتو، لك الحمد لله كاينه في واحد الطيبوبه وكاينه في واحد كيمحي داك الشيء ولا يغوت كيمحي داك الشيء اللي كيدير كيمحي بداك الطيبوبه وبديك الحميه ديالو. لا اله الا الله اللهم لك الحمد لا اله الا الله. نتمنى من الله غير نفرح ونفرح العائله ديالي والعائله خواتاتي وخوتي، ومن هذا المنبر هذا كنبلغ لهم سلامي من ايطاليا لمدينة الفقيه بن صالح ولمدينة سلا وكاع الصحراوه كاملين وكاع المغاربه كاملين اللي كاينين في جميع البلاد، كنبلغ لهم السلام ديالي وكنتمناهم يدعوا معنا ويدعوا مع سيدنا الله يشافيه ويعافيه والله يطول لنا عمره والله اللهم امين يا رب سند والله يعمر ربي. انا كنحبو بزاف 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 بزاف، وكنتمنى الاسره العلويه الخير والبركه، ونتمنى للشعب المغربي كامل السلم والسلام ان شاء الله يا رب يا كريم. اللهم امين لله بشرى. كنشكرك على هذه الروح النبيله وعلى هذا
دعوة صادقة ودعوة المكلوم، دعوة المجروح، ليس بينها وبين الله حجاب، كتصعد فوق السماوات العلى. شكرا لك على هذه الدعوة الطيبة. وللا بشرى أبشري. ندوز لك الزوج ديالي. مرحبا للا سيدي خالد. سيدي الكريم حياك الله مولاي. حياك الله مولاي. وخويا هنيئا لك، هذه شهادة من عند الأم ديال الزوجة ديالك للا بشرى، شهادة في المنام، ولا تكذب الشهادة، الرؤية المنامية لما تقال في المنام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عند الأم أو الوالدين كتكون إن شاء الله تعالى صادقة. هنيئا لك بهذه الشهادة. هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، والله يقبل منا. تنخرج السلكة كل شهر. تبارك الله. رحمة الوالد الله يرحمه، للأم ديالها والأب ديالها، مع الوالد الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، كان إمام المسجد تبارك الله. والحمد لله شربنا منه كما يقولوا، بعدا شربنا الحمد لله. وخبر سيطرة، احنا مسلمين بسيطرة، ولا كاين شي حوايج اللي هما تيربوهم فوق الوالدين. والحمد لله ما اختاريناش والدينا، ولكن ربي عطانا والدين، هذا فضل من الله. والحمد لله من حلينا عينينا وقينا راسنا مسلمين، في نفس الوقت تنشوفوا كيفاش عايشين مع هاد الناس هادو. الحمد لله ربي من عمل علينا بهذه النعمة الإسلام، ونعم علينا بإذاعات وبأشخاص مثلكم أكرمكم الله، يزيدوا يساندونا. وتنحسوا براسنا، ما بقيناش نحسوا براسنا غراب ولا في الغربة، تنتموا غادين دائما بالذكر ديال الله في الفم ديالنا. علاش؟ ألا بذكر الله يطمئن القلوب. وانتم تتنصحونا وتتناصحوا معاكم وتنستافدوا بزاف ديال الأمور، وأحسن كلام هو كلام الله سبحانه. وتحية جميع العاملين، راه من قهوة الصباح كل هاد الأوقات راه نكون في الطريق، نكون في العمل، نكون في السيارة، دائما في الأذن ديال الإذاعة. وغادي الحمد لله ما كاينش برنامج على برنامج اللي ما يخليكش يحببك في بلادك وفي ولاد بلادك من هاد المستوى. ولينا شرف مغاربة وصلوا لهذا المستوى، وهي راه بالنسبة للإعلام السمعي راه أكثر من الإعلام البصري. الإعلام السمعي فيه إفادة وإفادة كثيرة، أما الإعلام البصري غتدي لك وقتك. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك سيدي خالد على هذه الشهادة، نعتز بها. شكرا بزاف، وأنا لي شرف كبير، لي شرف كبير يكون أولاد بلادي من هذا المستوى. وأنا أعوذ بالله من قولة أنا بالنسبة للمستمعين، ربما كله المستوى ديالو حاولوا تبقوا تأمنوا في الآخر، راه تتحرجوا الناس اللي في الاستقبال ولا المخرج ديال البرنامج مين تطلب الدعي معايا. راه الدعاء تيعمنا كاملين، وكاملين نأمنوا ونقولوا يا ربي امين. واللي في نيته شي حاجه ربي يعلم على ما في القلوب، هذا اللي نقدر نقول. وحياكم الله، والله ينصركم، اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا، اللهم يجعلكم دخرا وملادا لهذا البلد من هذا المستوى ديالكم. الله يوفقكم لما تحبوه وترضاه، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. والجميع العاملين ديال اذاعه ميد راديو تنقول لكم تبارك الله عليكم، وتنشبه الايادي ديالكم وتنحني لكم انحناء اجلال وتقدير. لا اله الا الله. الله يكبر بك اخويا خالد، وشكرا لك، والله يسعدكم يا رب ان شاء الله تعالى. غادي يسعدكم الله عز وجل، وغيبشركم بغلام حنيد، وغتجي من وراه الذريه الطيبه باذن الله الواحد الاحد الفرد الصمد. ربي عز وجل قادر يعطيكم الليله، لكنه يحب سماع دعائكم. وسبحانك يا الله، سبحانك يا الله، حينما نقرأ القرآن نجد هذه الإشارات واضحة. ملك يتكلم الله عز وجل عن بعض الأنبياء، وما أدراك ما الأنبياء. وربي عز وجل ابتلاهم بتأخر الإنجاب، لا نسميه عقما، نسميه تأخر الإنجاب. فمنهم زكريا، اسمعوا اش قال الله تعالى. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوف ملي كيدعي كيستعمل اسم الربوبية. دائما ملي بغو ندعيو نقولوا اسم الربوبية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة غتسمعوا وغتناديه مباشرة. شوف الكرامة، ماشي غير ربي عطاه، ربي بعث ليه الملائكة وناديه. فين كان ديك الساعة هو يا قائم يصلي في المحراب؟ يعني أنه كان يقيم الليل، كان قائما بين يدي ربه وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ربي عز وجل إلا منع عليك الإنجاب واحد الفترة وصبرتي واحتسبتي، ملي كيعاود يكرمك الله تعالى داك المولود لن يكون عاديا،
لن يكون من يا أيها الناس، غادي يكون إن شاء الله تعالى من الأخيار الأبرار ومن أهل الله وخاصته. هكذا رزق الله زكريا ابنه يحيى، قال لي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه نعمة عظيمة أعطاها الله عز وجل لنبينا زكريا، باش يذكرنا الله تعالى بأن كل واحد منا ممكن يكون كيعاني من مشاكل وكيعاني من ظروف صعبة، لكن رحمة الله واسعة وقريبة من المحسنين. فاللهم يا رب عجل لإخواننا جميعا وأخواتنا بالفرج وارزقهم الذرية الطيبة. اللهم آمين يا رب يا كريم. وغنتحولوا مستمعي الأفاضل من إيطاليا إلى أرض الوطن من جديد، غنمشي للقنيطرة مع أخينا سعيد. ألو السلام عليكم سي سعيد. ربما انقطع الخط عن أخينا سعيد، وإن شاء الله تعالى الأحباب كما قال سي خالد قضية الدعاء، احنا ما كرهناش نخليوا الحلقة كلها بالأدعية وغنكونوا رابحين، والله غنكونوا رابحين ربح عظيم. لكن كما تعلمون في القطاع الإعلامي كيكون برنامج له مواصفات خاصة، فالنظام معروف كيفاش خص تكون داك المواصفات. والدعاء إن شاء الله نخليه في الختام، واليوم غندير واحد دعوة عظيمة وتكون طويلة وتكون صادقة وتكون مجلجلة. وبغينا أحبابنا اللي في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا وكندا وفي الدول العربية كلهم يقولوا أمين، واللي كل من هو مهموم يؤمن، وإن شاء الله إن شاء الله سوف يعطي الله تعالى لكل منا سؤله إن شاء الله العلي العظيم الفرد الصمد في القريب العام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر، واللحظة عندنا مكالمات كثيرة من مختلف المدن المغربية، إن شاء الله تنخذها باختصار حتى يتمكن الجميع من المشاركة. نبدأ من تونات مع أختنا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور قليبان؟ لاباس عليك؟ الحمد لله نشكرو أختي ليلى. كدير مع الصحيحة؟ ولله الحمد والمنة. راني كنحييك على هذا البرنامج، كنحييك بزاف وراني فرحانة بزاف دكتور قليبان. يا ربي اختي الله يفرحك بدخول الجنة يا ربي يا كريم. امين. الله يسهل عليك دكتور قليبان، كنتمنى منك الله يسهل عليك بينا غير البنيتات، الله يرحم لك الوالدين يا الله يسهل عليك. الوالدة عندي عيانة وحد الوالد هو مسكين دار حديدة السير، وما مسكين ما تاش حاجة عنده الحديد في رجليه، وما الله كاين غير البنيتات، ما كاين اللي كيخدم عليه، اللي ما خدمناش عليه ما كاينش اللي كيخدم عليه، وحد الدري اختي عندنا كتعصب الله يسهل عليك، واللي دار فينا ما كيوصلش، وبنات بارك الله 8 ديال البنات حتى وحده ما مجوجه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. أختي ليلى الله يفرج عليكم يا ربي يا كريم، الله يفرج عليكم. أختي ليلى الكلام اللي قلتنا كله أكيد هو مؤثر في قلوبنا، 8 البنات حتى وحده ما تزوجت، والواليد مسكين حديدة سير والظروف صعبة. ما شاء الله ما شاء الله، ربي عز وجل من أسمائه الرزاق الكريم الودود اللطيف. أختي ليلى نصيحتي إليك دائما في مناجاتك لله تعالى ناجيه بالأسماء الحسنى. ربي عز وجل يقول عن ذاته العلية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها دائما. أختي ليلى رغم كل هذه الصعوبات ورغم كل هذه الظروف اللي هي أزمة، اعلمي بأن الله تعالى هو الذي يقدر وهو الذي يدبر، إذا شاء في لحظة يرفع الهم والغم عنكم، وفي لحظة يجعل لأخواتك الثمانية مخرجة بأمر الله تعالى. دائما نناديه يا كريم يا كريم يا كريم يعطينا الكرم، ونناديه يا لطيف يا لطيف يا لطيف يجعل في قدره لطف، ونقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق يعطينا من أرزاقه الوفيرة، ونقول يا وهاب يا وهاب يا وهاب يهبنا مما نحتاج إليه. الله يفرج عليكم أختي ليلى، الله يكمل لكم الرجاء وينفس عنكم الكروب ويبدل حياتكم
الى احسن حال. الله يجعل هذه الازمه تنفرج. اشتدي ازمه تنفرجي ان شاء الله تعالى ما ان يصبح الصبح حتى ياتي الله بالفرج القريب. الله يكمل لكم الرجاء. وكثري اختي ليلى انت والاخوات ديالك بذكر الله واسمائه الحسنى، وان شاء الله تعالى سوف ترون في القريب العاجل الحظ يبتسم لكم. الحظ يبتسم. ربنا عز وجل يقول: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. حظ عظيم. ربي عز وجل جعل الحظ العظيم في حليف وفي ملك كل من هو صابر وذاكر. صابر ذاكر يعطيه الله تعالى الحظ السعيد. الله يكمل لكم الرجاء اختي ليلى. ومن تونات نتحول الى اكادير مع اختنا للهنية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور. مرحبا للهنية. الله يبارك فيك ويبارك في البرنامج ديالكم والاذاعه. اعزك الله لله. سؤال. نعم. كنت سمعت كما كتقول بالنسبه للرشف الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام انه راح يشوفه حق. نعم. نعم. هنية. انقطع الخط للأسف. نعم هذا كلام النبي الأكرم، هذا ليس كلام بشر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لأن إبليس ممكن يتمثل في شخصية معينة، وكان وقع في تاريخ الإسلام وتاريخ العرب الممتد، كان أحيانا إبليس يظهر في صورة رجل من الصالحين، يظهر في صورة ولي من الأولياء، وكيقول لك تعالى استقدم لي ذبيحة أو قدم لي قربانا، ويأتيهم بما يسمى بتلبيس إبليس. وهذا ممكن يقع الناس في الرؤى المنامية، لأننا نقول بأن الرؤيا كاين، هناك الرؤيا من الرحمن، وهناك الرؤيا أضغاث أحلام، وهناك الرؤيا من الشيطان. ثلاث أنواع: الرؤيا من الرحمن صادقة فيها الصدق وبالبيان، والرؤية من الشيطان هذه كاذبة، مجرد تلبيس إبليس. وهناك الرؤية اللي هي أضغاث أحلام كتسمى حديث النفس، غير الدماغ كي يأخذ مجموعة للصور الذهنية ثم يبدأ في الليل بإفرازها، وكتكون غير مرتبة وغير منطقية، مجرد أضغاث أحلام، حديث النفس. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وطبعا من رأى النبي الأكرم هذه كرامة عظيمة، لأن النبي الأكرم لا يظهر إلا للمؤمنين الصادقين. من العلماء قال: من رأى النبي الأكرم تلك بشارة له بالجنة، بأنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا لأهل الجنة، لا يمكن أن يرى لأهل الكفر أو لأهل النفاق. هذا علامة على أنه بشارة له بأنه من أهل الجنة، والله أعلم وأحكم. ثم كل ما قاله النبي في الرؤية المنامية، إما كلام وإما إشارات وإما كذا، تحمل على وجه الجد إلى مثلا بالشروء بالخير، عليه أن يواظب على ذلك الخير. إذا حذره خصو لابد يمتثل، وغادي يكون في خير بإذن الله. الله يكمل لك الرجاء. للهنية من أكادير، كنا كنتمنى ونسمعوا المكالمة ديالك ونعرفوا شنو الإشكالية اللي بغات تطرحي، ولكن إن شاء الله عاود الاتصال بنا مرة ثانية حتى نستفيد منك. نتحول إلى العيون مع أخينا محمد. السلام عليكم سيدي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الأخ، الله يحفظكم سيدي محمد. الله يرحم والدينا، 18 عام باش تزوجت أخويا هادي وما عطانيش الله الولاد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وسيدي محمد كي درت 18 سنة، كي دوزت أخويا أنت والزوجة ديالك والعائلة؟ الزوجة عندي الله يعمرها سلعة، ولكن سنقول لك الأخ ما عطانيش الله، دوزنا الطبيب وكل شيء. يقول لك تولدوا ولكن ما عطانيش ربي. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله. أعظم كلمة قلتها أخويا محمد، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. السلام عليكم. سي محمد، من غير الطبيب درتو شي أعشاب، درتو شي حاجة أخرى من غير هادشي كله؟ لا ما درت حاجة من غير الطبيب، ما درت حاجة ودي الأخ ما نكذبش عليك. ما شاء الله.
سي محمد عمرك ما سافرتي خديتي المرا في يديها وسافرتي تويا واحد الجوله سياحيه شي مدينه جميله جلستي واحد الاسبوع 15 يوم استمتعتوا بالحياه ولا دائما جالسين في البيت وكتسناو امتى ياتي الفرج؟ لا لا اساس باللي خدام باللي عندي عشا في واحد الكلمه باللي ما تنمنكش كاع ما عنديش منك. الله الله مسكين اخويا لقمه العيش صعيبه صعيبه اخويا. عمرك ما سافرتي تو الزوجه درتو شي جوله؟ لا والو عندي ما عنديش الوقت فين منك ما تعطيونيش لا كونتي لا والو واحد كلمه خدام. ما شاء الله واخويا ربي يفرج ربي يفرج اخويا محمد ربي يفرج سبحانه وتعالى. خويا محمد انت كتعس بالليل؟ اه قابض الليل واه. اه ما شاء الله ودابا انت الان عندك واحد الفرصه ديال الليل وانك كتبقى فايق وهذاك الليل اخويا محمد غنقول لك واحد الكلمه وباذن الله الواحد الاحد حنا عندنا يقين في الله انت دائما تبقى تشد في فمك اخويا محمد دائما يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك ثم قل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو ودي قسم وما ينبغي لي ان اقسم ولكن غنقول بيقين بان القدر الا كان مكتوب في شكل يغير الى شكل اخر بهذه الكلمه هذه يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اطلب اش بغيتي وغتشوف الكرامات وغتشوف العطاءات وغتشوف الفيوضات وغتشوف الامدادات من الله تعالى. بغيتي ولد يعطيك الله 8/10 باذن الله. بغيتي رزق قليل يفيض عليك الله الرزق. بغيتي الصحه والعافيه والنعيم اللي بغيتي يعطيه لك مولانا عز وجل لان هذه الكلمات ديال يا مالك الملك وديال يا ارحم الراحمين الى خرجوا من اعماق القلب راهم مفاتيح من مفاتيح اسرار هذا الوجود. وربي عز وجل اذا اعطاك كما اعطى موسى عليه السلام العصا يضرب بها الحجر فتنفجر 12 عينا وكيف الله تعطى سليمان خاتم به تقضى كذلك العبد المؤمن اعطاه الله تعالى في اللسان ديالو اذكار يقولها من اعماق قلبه بصدق ونيه والله ربي ما يخيبك اخويا محمد الله يكمل لك الرجاء اخويا والله يا دكتور كريبان اذا تنتبعك تكمل تسالي هناك الدعاء لا اله الا الله وتحامل هذيك القبيله نتاع نتاع الطاليه المسكينه والله العظيم اذا بكاتني الله الله لا اله الا الله حالتها نبكي معاك علاش تيبقاو فيا اكثر من راسي وخا 18 عام وخا هما يقلال تيبقى فيا تيبكيوني قسما بالله آه. وعندي التسبيح هذاك الشيء اللي تقول انت متبعو معاك اقسم بالله العظيم ربي كيشهد عليا تبارك الله كملت 100 هضره تنخرج من الحاجه من اللي تقول انت كامل تبارك الله هنيئا لك اخويا الحمد لله الله يرحم لك الوالدين الله يكمل لك رجاء اخويا محمد وشوف سبحان الله دابا انت في العيون والشريفه لالا بوشرى ومرت السي خالد في الطاليان وكيفاش وقع التواصل النفسي بعضياتكم انت شعرتي بها انت 18 سنه وعارف اش وقع اللي كل الزوجه كتقلبوا على الوليدات وحسيتي بها مسكينه مجروحه ان شاء الله اخويا محمد في ختام الحلقه واحد شويه غندير واحد الدعوه ديال الخير وانت رجل من اهل الفضل ورجل صابر وذاكر غتهز معنا يدك الى السماء وغندعي واحد الدعوه تكون ان شاء الله مجلجله ومزلزله وباذن الله الواحد الاحد بالتامين ديال هاد الناس اللي كيسمعوا فينا اللي هما بالالاف المؤلفه واللي قلوبهم مجروحه وفيهم الصالحين وفيهم الصابرين وفيهم المنفقين وفيهم الطيبين ملي غيقولوا امين ربي عز وجل لن ينسانا من فضله ومن عطائه ومن كرمه. الله يكمل لك الرجاء اخي محمد. الله يرحم الوالدين. الله يحفظكم سيدي محمد. الله يحفظكم اخويا ما شاء الله. جميل بعض الناس عندهم أوقات فراغ وعندهم الموجود وكيسافروا ربما إلى منتجعات سياحية كيبدوا الأجواء وتما كيوقع الاستلطاف بين الزوج والزوجة ويرتفع ذلك العقم النفسي وكيوقع الإنجاب لكن بحال السي محمد ما عندوش ربما نهار أو يومين باش يختلي بزوجته في جولة سياحية طرف الخبز صعيب وربي عز وجل ما يخيبك اخويا محمد الله يغنيك من فضله الله يغنيك من فضله الله يغنيك من فضله اللهم امين يا رب يا كريم. غنتحولوا من العيون الى ورزازات مع لالا صفاء. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم استاذ طيب. اهلا وسهلا صفاء. اسمح لي واخا انا مرتبك بك شويه اول مره غشت لي الخط. مرحبا بك لالا. عفوك استاذ بغيت نستفسر معك الله يخليك في واحد الموضوع اللي كان ممكن. يا اهلا وسهلا.
انا هذه تقريبا مده ساعتين وانا ساكنه مع الام ديال الدار ديالي. نعم. معنا وكانوا معنا خوتي وخو وداكشي. دابا الان قررنا باش انا نستقر انا والزوج ديالي، ولكن كنحس خفت لنكون غنرتكب شي بنت حق الام ديال الزوج ديالي، حيت انني زعما غنخرج من الدار داكشي، ولكن حنا كنقولوا بان حنا ما غنخليوهاش وداكشي وغنبقاو معاها. ما شاء الله. ودابا انا هاد الاواخر كنحس بالذنب كنقول لان كعرف الوالدين ما شاء الله، وكان خف دابا نكون ارتكب شي بنت ما غنرتكبوا شي بنت من حق حق زعما الام ديال الزوج ديالي، ولا زعما عندنا شي ذنب ولا ماشي. الله لا لا صفاء بحالك قلاله بنتي، بحالك تبارك الله. شحال دوزتي معهم مع العائله ديال الزوج ديالك في البيت ديالهم؟ تقريبا جايه شي 9 سنين دابا. 9 سنين وما عمر موقع شي غيار او شي خصام؟ كنتم متفاهمين متحابين توالمين؟ لا الحمد لله كنا متحابين متفاهمين، يعني انت راك عارف دار ما كيوقعوا مشاكل ضروري، ولكن ماشي شي حاجه يعني اللي كان زعما كان ضروري، انت راك تعرف ضروري ضروري. طبعا طبعا راه المصارن في البطن كيتخاصموا، فما بالك بالبشر. وصفاء دابا الان هاد 9 سنين عطاكم الله شي ذريه طيبه؟ اه عندي جوج وليدات تبارك الله، ودابا الحمد لله. راه هذا هو الواقع لالا صفا، راه المغاربه هذا قبل 30 سنه او 40 سنه هذا الواقع اللي كتقولي فيه انت هو اللي كان في المجتمع المغربي. كان الدري ملي كيتزوج امو كتبني الدار، والام والاب كيبنيو الدار ويصوبوها، كيقولوا ما عندنا اولاد وبنات، البنات غادي يمشيو راه بحال الحمامات، والولد هو الركيزه ديال الدار، هو كيجيب بنت الناس وكياخذ واحد الغرفه مع والديه وكيعيش معهم معززا مكرمة، والبنت حتى هي كتعيش معهم وكيربيو الوليدات. ريتما يدير واحد 5 سنين 6 سنين 10 سنين على اكثر تقدير، كيكون ديك الساعه وفار المال ودار سكن مستقل، ما يكري ما يمشي للبنك ياخذ كريدي، كيخرج من دار باه الى سكنته مستقله، هذا هو اللي كان من قبل، وكيفيض الله الرزق. وان شاء الله تعالى ربي غيكمل لك الرجاء، انت ما عندك حتى شيء اثم، بالعكس انت الحمد لله هذه فرصه طيبه انك غتستقلي. حيت حنا علاش فكرنا في الاستقلال؟ لان حنا اصلا مضيقين معاهم في الدار وداكشي، علاش فكرنا ما نتيسعش؟ ودابا ملي جاب الله السكينه وربي وسع عليكم، علاش نضيقوا؟ بالعكس انتم ملي غتمشيو للدار ديالكم راه داركم دارهم ودارهم داركم، غتبقى الزيارات العائليه بعضياتكم، تمشوا عندهم ويجوا عندكم، وانت غتاخذي راحتك مع وليداتك مع زوجك. داكشي اللي قلنا الام ديال راجل، ولكن تعرف الام دائما كتبقى كتخاف على ولدها وكتقول لها غير في الاول، غير في الاول اختي صفاء. انا ما عرفتش كيفاش نتعامل مع الام ديال الزوج ديالي، يعني انا بغيت نفهمها بان راه هي زعما هي كل شيء وهي اللي غتبقى زعما، راك فهمتي الصدق؟ اييه. ولكن ما خفت زعما، وليت كالاواخر ما كان كنخمم بزاف، كنقول ياك ما غنرتكب شي ذنب، ياك ما هذا، ياك ما لا بالعكس لالا صفاء، هاد الام كيفاش غتجي لبها لامامك؟ غتشاركيها في هاد الامور، هذيك الدار عندك ربما تبقى الامور بينك وبين زوجك، حاولي ما امكن تشاركيها، قول لها مثلا الصباغه اش بالك لا لا الصباغه اش غنديروا في هاد الفراش، هاد الطلامط كي دايرين، شوف خلات تعيش معك وكان دار ولدها دارها، ومن بعد غتحس بانها غير في الاول غيكون داك الخوف، ومن بعد غتطمئن ملي غتشوف ولدها مع بنت الناس وليداتهم مستقرين معززين مكرمين، غتفرح وتمشي لخيمتها عند زوجها، وغيبقى داك التبادل ديال الزيارات مره مره، وغتبقى الفرحه والشمل مجموع بيناتكم باذن الله. استاذ بغيت الله يخليك الله يستر عليك، بغيتك تفسر لي واحد الحلم صغير. اييه صفاء للاسف انقطع الخط. لا صفاء ما عندي راه الاداره ديال البرنامج ما عندهمش الاذن باش يديروا تفسير الاحلام، لان ما شاء الله اسم معذره لاله صفاء، الله يكمل لك الرجاء والله يكمل لك هذا المخطط ديالك، فبحالك قلاله بنتي الله يجعلك من السعيدات، والله يجعلك من الطيبات، والله يجعل السكنه تدخل عليكم بركه مسعوده، اللهم امين يا رب يا كريم. وهذا تحول مره ثانيه الى خارج ارض الوطن، غادي نمشيو للسويد مع اخينا السي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عقلتي عليا؟ الله اكبر سيدي عبد الرحمن، كل ما يعقلش عليك المقيم في الغربه في السويد وعايش واحد الحياه ديال النعيم وديال الخلوه وديال التامل في ملكوت الله. السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ الحمد لله سيدي عبد الرحمن. اللهم لك الحمد. يلا سبحان الله العظيم، هاد السيد هذا اللي هضر دابا اللي قالك 18 عام هو مسكين ما ولدش. اييه. وبا كنا تنقرا في الانترنت نقرا في الجورنالات، لقيت واحد
في ذيك اللحظة تنقرأ في الجورنال بأن الراجل قتل مرته لأنه ما بغاش يكون أب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرته حملات هو تقلق وقتلها. ما بغاش يكون أب، ما بغاش يكون أب. سبحان الله. وأنا نهزه في نفس الوقت تنسمع على ذاك السيد مسكين عنده 18 عام ما ولدش. من العيون إياس محمد إياس. وذيك المرأة مسكينة من طاليان هذيك. للا بشرى زوجة السي خالد نعم من طاليان. وسبحان الله العظيم هذا السيد هذا اللي قتل مرته ما بغاش يكون أب. ما شاء الله، شو أعطى الله نعمة، أعطى الله كرامة، هو رفضها هذا التبطر على النعم. لأن هي تنطلع في الدنيا ديما الإنسان خاصة شي حاجة ديما سبحان الله العظيم. ربي بنا الدنيا عن النقصان مش على الكمال. واحد خاصة لأن هنايا تيقولوا عن ثلاثة الأشياء تكون عندك، تيقولوا خاص تكون عندك صحيحة، تكون عندك صحيحة زوينة باش تخدم وذاك الشيء، وتكون عندك خديمة باش تكون عندك باش تعيش بها، وتكون عندك العائلة. وهاد الثلاثة هادو صعب تلقاهم. لا ممكن الله. ممكن تلقى الحمد لله ربي كبير. العائلة الحمد لله، احنا في المغرب هادشي عندنا ودي سي عبد الرحمن، في المغرب كاين العائلة وكاين الخديمة وكاين الصحيحة، وهذه كرامة من عند الرحمن سبحانه وتعالى. كاين سبحان الله العظيم. ولكن دابا باقي دابا سبحان الله العظيم راه من غادرة المغرب في 73 وانا باقي عايش بوحدي. بارك الله صاب وكيلا ولفتي العزوبية سي عبد الرحمن. لا ماشي شوية، ولكن مع الكبر دابا مع الكبر الواحد تيكبر شوية دابا. لا الراجل عمره ما تيكبر، الراجل كيبقى دائما شباب. مع الإنسان تيكبر مسكين تيعاني من واحد الناحية. ومشيت للمغرب سبحان الله العظيم، مشيت للمغرب وحسيت بواحد الوحدة في المغرب شحال بزاف كاع. ما شاء الله. في السويد ربما واخا كاين ربما كاين التقدم وكاين التكنولوجيا وكاين حقوق الانسان وكاين الثروه، ولكن المغرب فيه ربما ديك الحميميه ديال الناس فيما بينهم. كاين الحميميه، ولكن في المغرب الا ما كان الا كنتي تتحشم وما كنتيش تتهضر مع الناس وداك الشيء كيما تبقى بوحدك. هي الانسان خصو لابد يكون اجتماعي. خاصك تعرف تهضر مع هذوك الناس. انا ما تمشيش شي قهوه بعد يوم تنبرك معاهم، تنبرك في الكرسي تنسمع، ما تنعرفش سبحان الله العظيم ما تنعرفش نهضر مع الناس. ربما ولفت السي عبد الرحمن في السويد الغربه ربما اكثر من 30 سنه وانت وحيد وعايش مع الطبيعه. ربما انا كنذكر لما تكلمتي معنا واحد النهار قلتي بانك عايش في واحد بحال الجزيره، غروب الشمس والاشجار، انت عايش في الجنه، انت عايش في الجنه. بحال روبانسون كيزوي. ونسولك واحد السؤال الله يخليك. نعم ولي. ما عرفتش واش يمكن نقولها لك ولا ما يمكن. لا مرحبا مرحبا خويا. تنعاون واحد المراه وواحد البنت. إيه؟ بني هي وبنيتها تنعاونهم. الله يكمل لك الرجاء، واما بنعمة ربك فحدث. هي خويا مزيان. شهريا تنعاونهم. ومشيت عندهم شفتهم، ولكن ما قدرش ندخل لان حرام في الدين، لان ماشي كيفاش يقولوا محرم. هي ما كاينش محرم معاهم. ما كاينش محرم، ما دخلتش عندهم الدار، ولو عزيزين عليا ولو بحال شي عائله ثانيه ديالي. ما شاء الله، الله يتقبل منك سي عبد الرحمن. انا كنذكر ملي قلتي لي بانك انت مقيم في السويد وكنتي بغيت دير شي عمل ديال الخير هنا في المغرب، والحمد لله ربي وفقك هذا العمل، هذا ماشي ريا. وفقني ولا فرحني كاع بزاف كاع. نعم هذا ربي كيقول لنا واما بنعمه ربك فحدث. ملي كدير واحد العمل ديال الخير وكيفرحك مزيان تقولوا باش نشجعوا بعضياتنا على فعل الخير. ولكن المشكل هو انني وليت خايف عليهم. الله يحفظ شي نهار ما بقيتش في الدنيا في الحياه هذه. الله يطول عمرك. امين يا ربي يا كريم. ولكن خاف عليهم لان انا مشيت خطيتهم انايا صافي ما غاديش يقدروا يخلصوا الكراء ديالهم وداك الشيء. ولكن تنبحث شي على شي حل باش نضمنوا لهم شويه الحياه ديالهم، ولكن ما عرفتش من حل يمكن نضمنوا الحياه ديالهم. يا سي عبد الرحمن هو كاين حلول كثيره. ربما شي واحد مثلا بحال هذه الوضعيه هذه ممكن مثلا نوصي
ندير وصية أنني بعد عمر طويل الله يطول عمرك ندير واحد الوصية من بعض الممتلكات اللي عندي أو كذا، أنني في حالة وفاتي أن هذه الوصية تحال إلى فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. وإن شاء الله ما تخافش سيد عبد الرحمن، ربي عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، ملي كتسد واحد الباب كيعاود ربي يفتح أبواب. احنا باش عايشين دابا الآن؟ عايشين بشي رزق ولا بشي؟ عايشنا برحمة الله، ربي عز وجل هو اللي كيفتح سبحانه وتعالى. لأن ولكن الناس هادو زعما نلقاو لهم شي حل باش واخا غير شي خياطة ولا شي عدم ساعد نقدر ندير لهم شي حاجه شي حوينيت وشي ولا خيطو. مزيان ممتاز، هذه فكره مهمه. عوض ان اعطيك سمك كل يوم وعلمك كيف تصطاد السمك، نعطيك اليه من اليات الانتاج. جميل لك هذه البنت مازال بقى تعلم، ممكن تعلم الخياطه والفصاله وتعطي واحد المساعده اللي ممكن تشري بها ماكينه وتخدم هي، ما تبقاش تمد يديها، تعود هي منتجه. هي منتجة، ولكن مثلا السيدة هذه كان عندها مشكل ديال المسكينة، عندها مشكل ديال النطق وعندها مشكل ديال ما قراتش ما والو، ما شاء الله تبقوا فيها ما شاء الله تبقوا فيها بزاف تبقوا فيها ولا بحال شي عائلة ما شاء الله. واخويا قلبك فيه الخير السي عبد الرحمن، هنيئا لك، انت رجل فيك العطف وفيك الحنان، كنت كده عندك كثير، كنت عطيتي اكثر واكثر واكثر، هنيئا لك ان شاء الله، كل شيء بخير الحمد لله. الله يكمل لك الرجاء السيد عبد الرحمن، وتنشكرك ونتكلموا شي نهار اخر ان شاء الله. وامتى غتجي للمغرب السيد عبد الرحمن وتستقر في بلادك ودير لنا شعر راسيه ودير ان شاء الله شي زوجه وتعطيك الله الوليدات؟ راك باقي صغير. كنت في المغرب دي في الشهر 12 كنت في المغرب، كنت بغيت نجي نزوركم وما زعمتش. غنكونوا سعداء السي عبد الرحمن، غنكونوا سعداء بالزياره ديالك، خصوصا حنا بغيناك ان شاء الله تعالى طولتي في العزوبيه، بغيناك تزوج ودير شعر الراسيه هنا في المغرب، وبنات الناس موجودين، والراجل عمره ما كيكبر، الراجل دائما كيبقى شباب. دابا راه دخلت في 61 سنه يا اخي. لا زلت شبابا، هذا كيتسمى لو جون سينيور، بعد التقاعد كيكون بعد الستين، كاين شباب ما بعد الستين. كيعود الانسان عنده خبره وعنده مهاره وقلب كبير وعطوف، وكيكون وشحال ديال الناس تزوجوا في هذا السن هذا ومازال ربي طول لهم العمر وداروا الوليدات وسعدوا الحمد لله. الله يكمل لك رجاء سعد الرحمن. امين يا سيدي، امين يا ربي يا كريم. يا رب. مع السلامه اخي. مع السلامه سعد الرحمن، كنشكرك بزاف اخويا، كنشكرك وتحيه تحيه لك من اعماق القلب الى ارض السويد. ان شاء الله. حياك الله مولاي. نزوركم شي ان شاء الله ولا زرتنا السي عبد الرحمن راه غادي نشدوك شده وحده، وما غنطلقوا منك حتى غدير العراسيه وغتزوج مع بنت البلاد وغدا معك للسويد، ولا تشدك هنايا في دكاله ولا في عبده ولا في شي ضمه ولا في مقسم الله تعالى، وغتعيش معاه ان شاء الله ودير الوليدات وغتقول وانا مخلي خير بلادي وغادي مغرب بلاد الناس. الخير موجود هنا السي عبد الرحمن ان شاء الله. الله يكمل لك الرجاء مولاي. الله يكمل لك اخي، الله يخليك، الله يعطيك شي حجه يا ربي يا كريم. الله يحفظكم، اعزك الله خويا، حفظك الله وراك. ونتحولوا مستمعي الافاضل من السويد الى ارض الوطن مره ثانيه، غنمشيو لاقليم الصويره مع لاله خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجازيك بخير الدكتور. اهلا وسهلا بك. بغيت واحد الحاجه الله يجازيك بخير. اييه. انا مده 5 سنوات وانا مجوجه. نعم. وما عطانيش الله الذريه الصالحه. الله الله الله. ولكن الحمد لله تلاقيت مع واحد الجوج الله عمرها دارهم مزيان معايا. ما تيخسر لي حتى شي حاجه، ما تيخافش عليا، ما تيوقف لي من اي حاجه عندي، ما تيقول لي شي حاجه، والحمد لله تيقول لي بحال كانوا بحال ما كانوش، ولكن الله فوق من كل شيء. لا اله الا الله. هذا هو الهدف، انا كنطلب عند الله سبحانه وتعالى يهديني شي دريه صالحه. يا رب يا رب يا كريم. باش نرضي هذاك السيد المسكين. يا رب يا كريم يا خديجه. كنطلب منكم الدعاء ديالكم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. باذن الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. لا اله الا الله اختي خديجه. لاله خديجه مازال امامكم العمر طويل ان شاء الله. 5 سنين ربما في قريب العاجل ربي يكرمكم بالحمل، وتبقى هذه غير ذكريات، مجرد ذكريات. الحمد لله كل شيء فضل الله سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه سبحانه.
لا إله إلا الله. الله يكمل لك الرجاء لالا خديجة، الله يفرحك بالذرية الطيبة. أمين. وأنا كنسعد بهذا النهار اللي اتصلت بك وفرغت لي القلب ديالي لأن قلبي عامر بزاف ما شاء الله. اللي نقول لك والله لالا خديجة كي كدوزي أنت والسيد ديالك أنت مول الدار كتجلسوا بعضياتكم في غرفة واحدة وكتشوفوا الدار بغيتوا الأطفال بغيت تسمعوا الضجيج ديال الأطفال واللعب ديال الأطفال. يا سيدي تاني بولا بحالك. ربي يكرمكم أختي خديجة، ربي يكرمكم. الله أنا ندوز لك الجوج ديالي. مرحبا لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سيدي خير لاباس؟ حياك الله مولاي. الله يبارك فيك. الله يرفع مقامكم سيدي، الله يسعدكم يا رب يا رب يا كريم. آمين آمين. لا إله إلا الله. كي كديروا أخويا مع الحياة ديالكم وأنتم كتنتظروا هاد الكرامة الإلهية؟ بخير الحمد لله بخير. شتاء الله. لا إله إلا الله. الحمد لله وشكرنا. لا إله إلا الله. الله يكرمكم أخويا، الله يكرمكم يا رب، الله يكرمكم في القريب العاجل. أسأل الله الكريم المتعال يعطيكم إن شاء الله في القريب العاجل الذرية الطيبة ويعم عليكم السعادة وبالأفراح والمسرات يا رحمن يا رحيم. الله يعزك مولاي، الله يكرمكم مولاي. شكرا مولاي، شكرا. وبغينا إن شاء الله تعالى قبل ما ندير واحد الدعوة ديال الخير بغيت نذكر السادة المستمعين بما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. الله تعالى أخبرنا بأن الأولاد نعمة عظيمة، قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأبناء هما نعمة عظيمة أعطاهم الله تعالى، وشكون اللي يعطيها؟ هو الرب سبحانه من أسمائه الوهاب. قال لنا الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، سبحانه المشيئة ديال الخلق ليس بيد أي واحد من الوجود إلا الله تعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم قدير هو اللي عنده العلم، هو اللي عنده القدرة. كاين بعض الناس ربما إلى سول نفسه علاش ربي مازال ما عطاش وقلب غادي يلقى أسرار هناك. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. العلماء والفقهاء والصالحون داروا واحد ترتيب معين بالنسبة لمن أراد أن يعطي الله الذرية الطيبة. فملي تكون العلاقة الزوجية بين المرأة ورجلها لابد أنهم يكونوا على وضوء وعلى طهارة، ودائما يقول الدعاء المأثور اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ودائما في العلاقة الزوجية كنذكر النداء اللي ندى به سيدنا يونس عليه السلام في ثلاث كلمات، أوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ليل، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دائما ملي نصليو لله تعالى نناجيه بكلمة يا أرحم الراحمين. فقد أوكل الله تعالى ملكا خاصا بكل من يقول يا أرحم الراحمين. إذا قالها كيقول له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك. ودائما نقول يا مالك الملك يا مالك الملك، ملك خاص يقول لك إن ملك الملك قد أقبل عليك. ثم في دعواتنا خصوصا في السجود نقول الدعاء المأثور ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نقولها الدعاء كثير
دعاء قرآني. وكذلك من اللي يكرمنا الله عز وجل بهذا الإيمان وهذا النية نكتر من قوله سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم نبقى في الاستغفار. الاستغفار الاستغفار به الله عز وجل كيفتح لنا أبواب الفرج. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه نعم وعد بها الله تعالى أن يعطيها لعباده المؤمنين. فتعالوا بنا أيها الأحباب في ختام الحلقة نديروا واحد دعاء جماعي معنا إخواننا كيسمعوا فينا من مختلف المدن المغربية من طنجة للقويرة، ومعنا أحبابنا وإخواننا اللي هما في مختلف بقاع العالم من إيطاليا من السويد من أمريكا من كندا من العالم العربي من إفريقيا حتى من الصين الشعبية معنا الآن في الاستماع عبر الأنترنت. وهؤلاء الناس فيهم الصادقين وفيهم الصابرين وفيهم المرضيين ديال الوالدين وفيهم المنفقين وفيهم المبتلين. وما أدراك ما المبتلين؟ المبتلى ضيف الرحمن دعوته لا ترد. وفيهم المرضى وفيهم اللي كيعاني والألم الشديد. والمريض ضيف الرحمن إذا دعا الله تعالى لا يرد دعوته. تعالوا بنا جميعا نديروا واحد دعوة ديال الخير نستغفر الله تعالى ونناجيه ونطلب منه جل علاه لما عنده أولاد هذا الليلة ربي عز وجل واهب كل خير أنه يهبه الذكور والإناث. هيا بنا ندعو الله تعالى في هذه اللحظة المباركة. اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات قلت وقولك الحق في كتابك العزيز. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فسبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سامع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رحمن يا رحيم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم صلاة الحائر المختار الذي ضج من ضيق ومن حرج فالتجأ ببابك الكريم ففتحت له أبواب الفرج. اللهم يا مؤنس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك اللهم يا رحمن يا رحيم يا مصور يا خالق يا رازق يا وهاب، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا أجمعين ممن تأخر عنهم الإنجاب ارزقهم ذرية طيبة. اللهم ارزقهم ذرية طيبة. اللهم ارزقهم ذرية طيبة ذكورا وإناثا. اللهم اجعلها ذرية صالحة من عندك بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحق قولك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم يا الله يا مصور، اللهم صور في رحم كل أم ممن تأخر عنها الإنجاب، اللهم صور في رحمها يا رب ذكورا وإناثا. اللهم يا رب يا كريم صور لها ما تشاء، إنك أنت القادر المقتدر، إنك أنت المصور الحكيم. يا من قال وقوله الحق، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحانك سبحانك، اللهم اخلق من ماء كل زوج وزوجة، اخلق منهم ذرية صالحة. اللهم كل من تعذر عليهم الإنجاب ومن تأخر عنهم الإنجاب، اللهم اخلق من ماء الزوج والزوجة ذرية صالحة. يا من قال وقوله الحق، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. اللهم يا رب العالمين هب لكل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، اللهم هب لهم من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب لهما من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم بشرهم أجمعين وفرحهم أجمعين بحمل قريب، اللهم بشرهم أجمعين وفرحهم أجمعين بحمل قريب، كما بشرت عبدك زكريا بعبدك يحيى بحق قولك الحق
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم يا رب يا كريم يا أرحم الراحمين، هب لكل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، ارزقهم ذرية صالحة طيبة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، بحق وببركة وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللهم يا رب العالمين، يا من بشر زكريا بغلام اسمه يحيى ولم يجعل له من قبل سميا وكانت امرأته عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا، اللهم بشر كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، اللهم بشرهم بغلام جميل وبشرهم ببنت طيبة من عندك يا كريم، إنك القادر على كل شيء، يا من هو عليك هين يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم كون في رحم كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، اللهم ارزقهم حملا قريبا، ارزقهم ولدا عظيما، ارزقهم ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، نسألك بحق قولك الحق بعد بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا،
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 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 وكان أمرا مقضيا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك اللهم بحق مريم وبحق عيسى وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزق كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب ارزقهم اللهم درية طيبة ارزقهم ولدا أو أنثى أو توأم اللهم عجل لهم بالفرج اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم بحق قولك الحق ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنيد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فاللهم يا رب العالمين يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا يا من رزقت عبدك إبراهيم عليه السلام رزقته بإسماعيل وإسحاق وبشرته بهما اللهم نسألك بحق إبراهيم وبحق إسماعيل وبحق إسحاق وبحق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نسألك اللهم بحقهم عندك وبجاههم عندك أن ترزق كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب اللهم ارزقهم ذرية طيبة
اللهم ارزقهم درية طيبة بحق وحرمة قولك. أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. فاللهم يا رب العالمين، يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، اخلق من كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، اللهم اخلق منهم ذرية طيبة من عبادك الصالحين. ربي لا تدعهم فردا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت خير الوارثين. اللهم يا رب يا كريم، عجل لهم بالفرج، يا من لا يكون إلا ما يشاء، يا من قلت وقولك الحق، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نسألك اللهم يا مولانا، يا خالقنا، يا من جعل من زينة الدنيا المال والبنون، لا تحرم عبادك المحرومين، لا تحرمهم من الذرية الطيبة. اللهم ارزقهم الذكور والإناث يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربي لا تدرهم فرضا، وأنت خير الوارثين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا رب يا سميع الدعاء يا مجيب، حقق لنا آمالنا، ارزقنا كما رزقت زكريا. يا رب هب لنا همة مباركة من عندك، يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم ارزق كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب، ارزقهم درية صالحة طيبة تقر بها العيون، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترزق أحبابنا جميعا درية طيبة، إنك سميع مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.